معتز، وريني كده كشف رجال الأعمال المشاركين في المؤتمر. في حاجة يا باشا؟ لحد دلوقتي مفيش، لكن أكيد هيبقى فيه طبعا في اللي تطلبه، بس أفهم ليه. وبعدين عمر النشرتي رجل أعمال وطني ومحترم جدا، وملفه عندنا أبيض. سيادتك بس طلع لي ملفه وأنا أحكي لك الحكاية من أولها. خد عندك اسم الواد ده، صابر سيد الطماني، عايز ملفه برضه. ايه يا عمر، بيه الاسعار انتوا بتبيعوا بيها دي يا راجل؟ يا اسعار مش منطقيه بالمره. ايه، انتوا بتلاقوا فلوس في الارض ولا ايه يا راجل؟ مش كده جرايه منصور بيه؟ هو في حد بيلاقي الفلوس الايام دي في الارض؟ وبعدين ما انت كنت امبراطور العقارات في مصر، وعارف كويس قوي ان الاسعار اللي احنا بنبيع بيها دي بنكسب بيها، ومية في المية كمان. دي نعمه يا راجل. بقى بعد ما كنا بنكسب 200 و300%، دلوقتي عاوز نكسب 100%؟ طب نجيب مرتبات الموظفين منين؟ والله يا منصور بيه، انا بحمد ربنا وببوس ايدي وشي وظهري راضي بالمكسب ده. احنا مبيعاتنا تقريبا شبه متوقف، وكل ده لصالح شركاتك. اللي بتعمله ده اسمه ضرب تحت الحزام. منصور، انا ماليش في الحزام، انت شايف. بص يا منصور، انا مش عايزك تنسى لما كنت بتلبس الكاوتش الابيض بتاع باتك ب2 جنيه، لما كان يصفر منك كنت بتعلم عليه بالتباشير الابيض عشان يرجع جديد التقله في الناس. اللي بتعمله ده خطر، اسمه خراب بيوت، ومن خاف سلم. الخوف ما بتسهس، بيطرد، وانا طردته من زمان. نورني في البيت يا الله. تشرب حاجه؟ ايه، كنت سايب مراتي مع اخواتها البنات؟ بطل يا عم، ما عملهاش غير منصور الكلب. انا كل اللي قدرت اعمله اني خدت رقم العربيه. انا كلمت رجالتنا في الداخليه بس الارقام طلعت مضروبه. الو الو ليلى، ما تخافش، مراتك في الحفظ والصون، احنا برضه ولاد بلد، ما بنمدش ايدينا على حريق. مين معايا؟ معقول نسيت صوتي؟ عجزت يا صابر. شفت بقى، الصغير مسيره يكبر اسروج. ما كنتش احب اقول لك الحمد لله على السلامه بالطريقه دي، بس انت مالكش امان. عايز اسروج؟ عايز حقي. غبي 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 بجد. حقك اسروجي، بتليفون صغير منك كان حقك هيجي لك لغايه عندك. حقك ده ايه؟ ده نقطه فحري. انت بتكلم عمر النشارتي؟ أنا حقي كل اللي معاك يا نشرتي. ده يبقى عندي حلم أحلم بيه أحسن من كابوس أخاف منه. أنت كابوس. أنت كده فوتت الناس. أنا فكرت في كلامك يا سروج دقيقة واحدة، هبيدك زي طفيت السجاير. أنت
انت عارف تمنها كام انك توقفني قدام مراتي وهي مربوطه؟ انا هزعلك وهزعل وهجيب ناس تزعل. انت مش هتخرج من هنا على رجليك الا بعد ما اخد حقي. مستك يا سروجي ان انت بتصدق اللي بتقوله، ودي ميزه مهمه جدا حاول تحافظ عليها. شال الهم من صغر ياسر بيه يشيل اي حاجه. صابر علي الطماني الشهير بصابر جوجل، نصاب محترف، سرق تراث بلده وهرب وباعه بره. عض الايد اللي اتمدت له وشالت عنه بلاوي كتيره، ودلوقتي بقى راجع ايه لابس ثوب رجال العمل الوطنيين اللي بيضحوا بثروتهم ونفسهم عشان خاطر البلد. صح يا صابر؟ عاش عاش يا بطل. تدخين في الجيم؟ تعمل ايه بقى؟ الجيم والاوتيل والمطعم ملك، والملك بيقوي القلب. تعالى يا سر بيه، تعالى نشرب فنجان قهوه، هغير ونقعد مع بعض شويه. ايه يا باشا؟ يا ياسر بيه، كلمات الاغنيه دي بتمسني. تشغلش انت بالك بحق البلد، في غيري نهب البلد وسافر وما رجعش. على الاقل انا لما سافرت كنت سايب طيارتي دايره عشان عارف اني راجع تاني، وكنت متاكد ان انا وانت هنقعد القعده دي. وحشتني. المنطق ده انت اخترعته عشان تخلص من عقده الذنب. ذنب؟ لا سيبك انت من عقده الذنب دي، خليها على جنب. مات
بس انا مش هسيبك. مالكش حاجه عند الحرام بشلته يا باشا. معقوله هو انت لسه ما مسكتش قانون؟ ده كلام. المفروض ان القانون يحمي البلد من اللي زيك. انا بقى عندي بلد جوه البلد تحميني من القانون بتاعك. ما ينفعش يكون بلد جوه البلد. هي بلد واحده بس يا صابر. انا اسف هحرجك. انت مين عشان اقول ينفع او ما ينفعش؟ انت حاجه صغيره قوي كده ترس في مكنه كبيره. فلسفه فارغه؟ لا دي مش فلسفه، دي محس حسابات ماني. انا ما اعرفش غير قانون. قانوني غير قانونك. قانوني بيبني وقانونك بيهد. وبعدين كان فين قانونك 7000 سنة والبلد بتتسرق؟ بقانونك واللي فيها لا طايرين لا ابيض ولا اسود. انا على الاقل رجعت بدي الناس حقوقهم وبعرفهم ان ليهم حقوق، فبالتالي عليهم واجبات. يا سربيه اعقل الكلام اللي بتقوله الاول. يا حبيبي ده على اساس انك بتحب البلد؟ بطل شغل التعبين بتاعك ده بقى. انا فعلا تعبان، عرفت ازاي؟ بس سمي مش في لساني، لا سمي في دماغي. ويوم ما فكرت تشتريه لدغك. اما بقى حبي للبلد اكيد بحبها اكتر منك، لان انت بتحبها. يا بنت ما تاكلي يا بنت، انت الاصل والباقي حلقه وصل والمصحف. والنبي سيبني في حالي يا صابر. وماله حالك؟ ده احنا في احسن حال. يا والله يا صابر زيك يا صابر، ده انا كنت حبيته حب. صدق بالله لا اله الا الله، انا بحبك اكتر من صبر اللي انت بتدور عليه وما لقيتهوش. طب اسحبي. لا والنبي لا تسحبي. بس يا صبر بقى يا بنت، والله الدكتور قال في امل. اما انا جايبك هنا بتضربي كوارع ليه؟ انجزي بقى عشان نحلل اللقمه. يعني انا معيبه يا صبر، بقيت ارض بر. يا دول كله بايد ربنا، ما بيتعبش غير على الصوم والصرف. وانت ما شاء الله يعني ما بتقطعهاش. ايه ده فرسان جداد؟ نحتسبه عند الله شهيد. ده لو بركت عليها هينطفي. والنبي اللي تاخدي دي عشان خاطري. مش عايزة. طب اضربي لك طبق شوربه. لا بس بقى. الحوي الشاي من يد من اعدمها. ايه الحلاوه دي؟ اوعى ايدك دي. ايه هنفضل كده مضينها مسلسلات تركي؟ ولا في ورقه ما بيننا ولا حتى دبله في ايدي. ايه مالك فايره في حوارك كده ليه؟ انت في حد مسخنك عليا يا بت؟ ايوه سيماء اللي جوايا، وقالت لي كمان ان انت ناوي تقلبها خناقه دلوقتي عشان تزوغ مني. هتكتب عليا يا فاروق ولا اشوف حال انا؟ اه ده في حد تاني بقى راكب على الخط. سبت وحد واتنين وحياتها. اوبا في ايه يا جماعه؟ صوتكم جايب لاخر الشارع. خش انت جوه اشوفهم انا. يا رؤى الليل دخل، مش وراك شغل ولا ايه؟ يلا روح غير. يلا الواد مضايق في ايه؟ ابن عمك سايق الهبل، وانا بصريح العباره كده بقى جاي لي عريس. اوبا عايزه تدخلي غريب ما بيننا؟ طب افر طلع شمال يلطنا؟ ده حتى شمال في شمال في شمال ما توديكيش في حياتي. هتجيبك قدام اقول لك نفسي الهاري. انت دارسه في امريكا وعارفه. عارف يا صابر البت هبه دي زعلانه مني قوي عشان ما خدتش بخاطرها في موتة امها. صابر انت معايا؟ بس عادي هي برضو ما جاتش في موتة امي. صبر انت سامعني ولا لا؟ بس برضو لازم الواحد يكون احسن منه. الله انت مش سامعني خالص يا صابر. تبا لسطحيه سكنت عقول البشر. يا دي النيله السوداء، يا دي النيله السوداء، مش عارفه اتامل مع نفسي لحظه. يا ست الناس طول ما انا قاعد قدامك وباصص لك وبمزاجي مش لازم تسمعني. انت شايفني، انت فاهمني، انت فاهم، وتعاملي مع وش على انه ورش التكييف. وبعدين في كوبايه الشاي اللي انا طالبها وانا حلو كده فين؟ مالك يا راجل؟ هو انا يعني مش عارف افضفض واخد راحتي معاك بكلمتين؟ انا بقى طبعي كده. خلاص اطلع انا بره. قول لي بقى، عارف كل اللي انت فيه ده من ايه؟ ايه؟ من الحشيش. شيش؟ كل يوم تصرف 300 400 جنيه، كان زمانك دلوقتي عندك فيلا. يعني انا ما شربتش الحشيش ده، كان زمان عندي فيلا؟ طب انت بتشرب حشيش؟ لا. ما عندكيش فيلا ليه؟ قومي بقى فز يا بنت اعملي كوبايه شاي. فيلا؟ كرهتني في الحشيش. تعالى يا غندور. غندور شكله اتسطح.
الشاي اهو. صبر مالك يا حبيبي انت بتعيط؟ ايه بت؟ هو في راجل بيعيط؟ امال مالك؟ شاطره بس ترفعيني يا حبيبي. طب ثانيه غفت حاسك بتكتب علي. بسم الله ما شاء الله وكمان قوية الملاحظة. أحبك يا ليلى. وأنا بنت فيك. أنا مش هقف هنا تاني يا ليلى. بقف هنا توجع وأنا بتطرف. عبدو أنت يا بني آدم. إيه سعادة البيه؟ خير يا نبي الادم؟ خير يا سعادة البيه؟ عربيتي فين؟ المخابير شاريه عربيتي. ما كانت واقفة هنا؟ ما يمكن يا بيه ولدك الصغير خدها يتفسح بيها شوية يا بيه. ألو؟ ما تقلقش يا باشا، عربيتك في الحفظ والسوق. أنت مين يا ستي؟ وعربيتي فين؟ لو بلغت البوليس مش هتشوف عربيتك تاني، وأنت عارف بقى اللي بيروح ما بيرجعش. جهز 50,000 جنيه وهتاخد عربيتك في مطروح. فين في مطروح؟ عند القهوة ولا عند السوبر جيت؟ عند القهوة اللي قدام السوبر جيت. سلام يا باشا. دي آخر عملية يا صابر. أنا عايز أخلف حتة عيل أربيه في النور. ومين قالك إن أنا عايز غير كده؟ يا غالي يا بنت الغالي. حبيب قلب الغالي ابن الغالي. شوية كده يا ست الناس. بقولك ايه؟ بقولك ايه؟ ما تيجي رحلنا ساعة قبل المصلحة دي؟ لا أنا حلي مهدود من امبارح. امبارح ايه بس؟ يا بنت قدامك راجل كامل الرجولة وانتي كاملة الأنوثة، لو ما عملناش حاجة كامل هيزعل. وأنا ما أقدرش أزعل كامل. والنبي. أيوه. ولا أنا. يا هادي كامل! أعوذ بالله أنا اتجوزك. طب بذمتك إزاي كنت عاوزاني أتجوزك وأنت بالمنظر ده؟ لا ده أنا بيبقى ليا منظر أحلى بكتير لما حد بيحاول يستظرف فبيشوف وش التاني. تحب أوريهولك؟ حاسب يا أستاذ. حاسب يا أستاذ. يا نهار أبيض رجلك هتتكسر تحتك. أشكركم. هي القهوة اللي هنا فين؟ عند الشيخ اللي قاعد هناك. شكرا. خد بالك من نفسك. صبر. شكرا. غزل البنات يا صبر، غزل البنات. تعالى. عايزة ايه؟ عايزة غزل البنات. هات لنا واحد. الو. الحمد لله على السلامة يا باشا. مين معايا؟ مش مهم مين معاك، المهم انك وصلت بالسلامة. الله، انت شايفني؟ ما تهونش عليا، سيبك تيجي مطروح لوحدك. انا عايزة رجل هقطط. ربنا واحدة بيه. ها؟ انت جاهز يا باشا؟ جاهز طبعا. طب ارفع ايدك كده بالظرف. طب دقيقة واحدة بس. اهو. ايه ده؟ لا تقلقش، دول تبع. ايه يا باشا، ادخل اول يمين في اول شمال هتلاقي تلات عربيات شفتهم، عربية متقطعين. دي عربية. المصطفى عبد الرحمن. معالي الباشا. اتفضل يا باشا. اتفضل. سلام عليكم. الف سلام. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. على وضعك يا جوجل يا ابو التكاتين. لا اله الا الله. في ايه؟ بص جنبك الملك فاروق. ايه ده؟ إلها أيامك ترجع كان الجنيه ب 12 دولار أهو طلقت وركب سوبر جيت.
ما تعملش المحشي مني. يا رب ايدي ايدي يا رب عربيتي باشا ترقص. هترقص ليه؟ سامحك يا انجي. قلت محدش هيعملها غير صابر جوجل. بص يا غالي انا بقيت في حضن ليلى زبط لي ضربات القلب وانت تقول لي كل متر ونص كمين. امال فين المصلحه؟ خد دول دلوقتي والباقي بقى عدي عليا بعد اسبوع كده. عمره ما هيغير سياسته. مش قلنا نسفر العداد؟ لا 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 صابر انا عايزتك عن جد توثق في مستر السروجي لانه لما بيوعد بيوفي. انا بقى المره دي نفسي ما يوفيش. اصلها كده هتبقى متعشية متعشية. مين هاي المتعشية؟ أمي. بص يا طهرة أنا ما بثقش في حد والشيطان كان ملاك. العيب مش عليا يا ابن عمي، العيب علينا إحنا. إحنا بعد كده نغير سياستنا. الدفع قبل الرفع. وقلبك الطيب ده بقى حضنهولي على الرصيف قبل ما تيجي. قهرتي ده بقى اللي موديني في داهية. قلبه يعني أمريكاني. أخلص يا صابر. أسحب وخلي بالك من نفسك. خلي بالي من نفسي؟ ده انا ابويا مالهاليش. انت شفت لي حلم وحش ولا ايه؟ طب انا ايه بقى؟ محدش هيراضيني بقى في الليله دي ولا ايه؟ او النبي الراجل ده بركه، بدل ما يدعي عليك هيخليك ما تعرفش تعزف على البيانو. انت دارس في امريكا وعارف. ادعي لنا يا صابر. ادعي معانا يا طهره. يا رب اشوفك هاني شنوده. مين هاني شنوده ده؟ يلا هاني شنوده ده اللي اكتشف عزه ابو عوف وما ابو عوف وسيد ابو عوف. ومين سيد ابو عوف ده كمان؟ سيد ابو عوف ده اللي هو ابن خالد بنت عم ابوك. القرابه اللي بتقلب الشتيمه دي. يا عم ما تقول كده. سلام يا كبرنا. سلام يا جوجي. دولاب جوكته لسه قديمه ولسه في بالي زيزو هيمه صحابي زمان وعندي كرامه عليها القيمه واحلامي في كل مكان. يا صوت بقلص بيتلاشى مع الايام ولا الاحزان بتتناسى ورا النسيان. الله والنبي عسل وانت عسل وشعرك عسل. ايه يا صابر ده احنا من ايام خطوبتنا ما سمعتش كلام حلو زي ده. ما هو بعيد عنك بعد الجواز الكلام بيمسخ. قول لها يا غندور بنتين وكمان اربع بنات. ما تشك يا فاروق. اشك في اختي ابقى واطي. ما تشك يا صابر. معقوله اشك في مراتي؟ ده كلام. شك انت الهي تتشكى بعيده. لا انا شيماء اللي جوايا شك فيكم من اول رميه. اشك البسي يا عسل. ايه ده انتوا بتخموا؟ انا مش لعبه معاكم. القرف ده. خف النار شويه يا لولا بخلص. ما كفايه شرب بقى صدرك هيغلق. ايه صدرك هيغلق على اساس ان عندي حفله الصبح؟ دي مرات هاني شاكر ما تقولهالوش. ما قلتليش عملت ايه في اللي اتفقنا عليه يا صابر؟ فاروق جاي له قرشين اليومين دول وهخليه يكتب عليك. ولا ايه يا رؤى؟ خالصه بالصلصه يا ابن عمي. هو كلام عيال ولا ايه؟ بس انا بقى عايزه مهر 100,000 جنيه. ليه؟ بص على البحر. ده انا دفري بمنطقه. وبعدين لازم يدفع ويكوع فيه عشان يحس بقيمتي ويحافظ عليا. ماينيا مش خليتيني اصدق. دفري الواد تحت ايدي لو فلت مني ما يخصنيش. انت دارسه في امريكا وعارفه اللي تشوفه يا صابر. طبعا حاضر. طب استاذن بقى يا جماعه عشان عندي مصلحه. خدوا بالكم من غندور بدل ما يطير. انت كنت حاطط هوا. سامحني يا بت عادي
نطيت من السور دخلت من الشباك. ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ ايوه شو بدك مني؟ واحد شو؟ كنت عايز كارت واحد عشان انا نسيت الايميل بتاعي. اي من اين لك هذا؟ هبلغ عنك الاموال العامه يا سفله وهطلع شاهد ملك. يخرب بيتك شو مهضوم جدا جدا. انت مين قالك؟ انت خويه الملاحظه. تعالي بقى وتسايق. انت منين بقى ان شاء الله؟ انا من بيروت. ما شاء الله. اي بس قالي كتير ما رحت لهنيك. من امتى؟ من ايلول الماضي. ايلول الماضي؟ سبحان الله، هو الانسان ايه غير مجموعه ايلولات؟ ايلول الماضي وايلول الحاضر. تعالي بقى نايل شويه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ حرانة زيي برضو؟ اشتقت لك. طيب انا اهو. ايه رايك؟ اتفضل يا باشا. رحت لها يا باشا. القهوة عند الشيخ اللي قاعد هنا. يا كوكا يا كوكا يا جوجل كوكا 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 كوكا. يا دي البهجة اللي انت فيها دي، مقابلني في باريس. نورت بيتك يا عسل. ليه داخل على المدام؟ الله الله، مالك رفعت كتابك كده معوج عليا؟ انا المفروض ازعل منك قوي. خير ليه يا اخوي؟ عشان ما جيتش موت الخالي. خالي خالي. ايه صدى الصوت ده يا؟ ما انت عارف ان انا عامل عمليه في بقي، وبعدين ده خالي. خلاص يا سيدي، لما خالي يموت ما تجيليش. لا هادي، انا حر. يعني الغلس عايز شلوط في حلق سقف بقه. بقول لك انا ما بحبش الحركه دي. جراجو قلبها وريا. بجد وحشتك؟ وحشتني ايه؟ وحشتني دي ما تنفعش تعبر عن جوايا. وبحب اكلمك كتير على الفيس ما بترديش عليا. ومن ساعه ما بعت الصور النار نار نار دي، وانا يا لهوي مش قادر مش قادر بتشحتف. صدقني من ساعه ما شفتها وانا طالب نقلي للمطافي. يا ايه يا عم اللي عملته ده ده ده؟ يا ده انت متعلم الكلام على كبر. ايام بيزي مشغول يعني. مالك قفش ليه يا جوجو؟ اصل السجاير شحها في السجن، وانا عايز اعرف تشقيتها منين يا جوجو. يا جوجو ما تبصني ببق احسن، وخدم المأمور جدعانه. إليك حيبه مطرح ما هو قاعد، ويخرب بيت زي ما خرب بيوتنا. ده كان المأمور اللي قبل منه كان عسليه، كان برقبته. طب اللي خلص لك المصلحه دي يبقى رفيقي وشقيقي وحليله بق بق بق. يخرب بيت بقك على بقه. مين شغال معاك في الحوار ده يا؟ هقول لك يا جوجو، اللي مدورينها في السجن اتنين، العبد لله والواد علي طفايه لحساب الباشا ده. وانا عايز اعمل موضوع لحسابي لوحدي. جه جه جه. واللط ده بيخش بكام؟ نص مليون. مصلحتي بكام؟ 20%. 40%. كتير ما توفيش. طالما شحها في السجن دبلر البرايس. انت بتعمل كده ليه يا جوجو؟ منفضك من دماغي. مش للدرجان دي يا جوجو. جوجو سنتكلم اليوم احبائي في الله عن الامانه، الامانه والضمير. والمولى عز وجل يقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم. فهل نحن أحبائي في الله نعمل بهذا التكليف؟ أم لهان عنه الشيطان كما لهان عن العديد من أمور ديننا الحنيف؟ الأمانة، الأمانة ضاعت في الناس. فإياكم والشيطان، إياكم والشيطان، إياكم والشيطان. كلسة بيجي في سيرتك. إيه يا باشا؟ خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، عايز مني إيه؟ بغض النظر على اللي بيننا، دماغك دي عجباني. بس مش عجباني، هي اللي جابتني هنا. وبعدين يا باشا أنت مسايبني خطبة الجمعة عشان تقولي دماغك عجباني، وإيه المطلوب؟ تعرف ايه عن فتح السروجي؟ وده بقى صفه ولا مهنه؟ هنهرج يا ابني ولا ايه؟ فتح السروجي عضو مجلس الشعب. ياخد عنده حته فيلا ربنا يدينا ويديه. بس الغريبه بقى ان عنده بيانو محيرني. هموت واعرف لغايه دلوقتي هو حاطه ديكور ولا بيلعب عليه. مش قلت لك دماغك عجباني؟ طب الفها لك يا غالي. نسيت اهم معلومه بقى. بس انت مش ملاحظ ان اخر عمليتين انت اللي سلكتهم له؟ وده بقى اعتراف رسمي مني. فتح السروجي محتاجك في العملية الجاية،
عنده قطعة آثار عايز يهربها بره. أنت عارف بقى دي ثروة قومية ومال عام. وإيه اللي مطلوب منه؟ تسلمهولي. إزاي وأنا بالزرقة؟ هقف جنبك. يا باشا أنا آخر واحد وقف جنبي كنا بنشوف مين فينا الأطول. اللي بيقف جنب العباد ربنا. هنفتح لك صفحة جديدة. وصفحة سوابقك دي هتبقى بيضة زي الفل. والثلاث سنين أنت لابسهم دول هتعدي منهم. غالي والطلب شريف. حوارك ده يخلص في ثانية إلا ثانية. طول ما انت يا باشا في الخدمه العبد الله في الخدمه. بس الزرقاء بس جات لي معلومات ان فتح السروجي هيهربك يوم ترحيلك لجلسه الاستئناف. بصير هنسيبك تهرب. اقصر. انا متعاون. وتفتكر يا باشا لما سلمك السروجي هيسيبني؟ طلباتك ايه؟ لما بقول طلباتي بتزعل. قوله وخلص. شريط اصلك جديد. احنا هنهرب ولا ايه؟ ههرج. انت اللي محتاجني. وبعدين ما يلزمنيش اخرج من السجن، انا لازم اهرب بره مصر كلها. لو سمحت، لو سمحت، يا حرام. ماشي. انت مين يا ياض؟ انا خيط مقطوع من كتر الشد، هزار اتحول فجأة لجد، وسؤال ملهوش في المنطق رد. أنا حد اتحول فجأة لسبت قصدي لحد. ماشي خد عفر السيجارة دي. ما بدخلش. مسك نفسك يا ابني شوية. قول لي إيه حكايتك بقى؟ عشان أنا ما بقتش فاهم لك حاجة. كسرت النفس وحشة. قدامك ده ناس خريج جامعة كامبريدج، شايف كامبريدج؟ وخدت منها درجة اكسلانس اكسلانس لانس 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 عداني ابن الجذبة صدى الصوت. وقع في طريق انسان سميته صديق، اديته الامانة الامانة، خان الامانة وخد اللي ورايا واللي قدامي. انا اللي عملت في نفسي كده. تصدق انا حبيتك انت. يو لاف مي وحوقفك تاني على رجليك. انت قلت لي اسمك ايه؟ صابر. شوف يا صابر، انا هخليك تعمل احلى مصلحه هنا يا عمو. ده هنا بيحصل احلى مصالح. اهم حاجه تبقى حلال. طبعا حلال، بس المامور الجديد بقى منه ولا خلو سمير. خلو؟ خلو ازاي؟ اخو ماما. ده الانسان الوحيد اللي وقف جنبي في وقت كل الناس كان بتنهش في الأحمى في الستريت الطرقات. تصدق انت وقعت لي من السنة. شوف يا صبر، انا هعمل معاك احلى مصلحة، مصلحة بمليون جنيه، وهعراك بتلاتين في المية. يا عمو كلامك غريب غريب قوي، انا مش فاهم حاجة من الكلام ده. يعني ايه مصلحة وهعراك؟ مصلحة يعني بيزنس. اوكي. طب وهعراك يعني حقبلك. يا يا لا عمو سوري، ما اقصدش يا يعني موافق بس بالامريكان. شوف يا صابر، باختصار احنا عايزين ندخل سجاير جوه السجن هنا. يا اوكي، بس انا اعرف ان السجاير دي مضره بالصحه. صح، هي فعلا مضره بالصحه بس حلال. خلاص يا عمو اللي تشوفه اللي تشوفه. جيب مي فايف يا حبيبي، دي وعد الله. جيب مي فايف كده. قلب الرز. رز؟ تسلمي يا غالية. ما بقتش فاهمة دماغي. أنا من ساعة ما حيقولي هنا حتى أنا ما بقتش فاهم دماغي، بقيت رجل فضائي يا ليلى. يا حبيبي. يا عم خليك معايا بقى. إيه؟ السروجي عارف اللي أنت عندك جلسة يوم الخميس، وبيقول لك ما تخافش، هو في ظهرك، هيهربك. علشان كمان عايزك في عملية جديدة. أصيل، قول له صبر عارف إنك أنت قدها ودود، واللي ظهر ما بتضربش على بطنه. وكمان بلغه إن الحكم عينها عليه. حصل. والنبي أنت غلبان. غلبان. انا غلبان قوي يا ليلى. ما تجيبي بوسه بقى ولا ده مش موضوع. ما تلمي ايدك يا راجل، احنا قاعدين مستنيين. ايدي يا بنت انت وحشاني يا بنت. في ايه يا عم صابر؟ ما تحترم وجودك يا جدع. ايه يا عم انت، دي مراتي وانا شايطها. وبعدين بس ده يرجع ولا ايه؟ مش لما انت ترجع. يا رب يا حبيبي. يا رب ارجع يا ليلى. انا بقيت مخلوق فضائي. تفتكر هفضل في المريخ؟ you
ايه ده ازاي تدخل من غير ما تخبط؟ الو يا سياده المأمور، يا خالو. خالو مين يا؟ لا مش انت خالو هتتبرى مني؟ يا خالو اسمع. الو. طب ما انت فكك اهو، امال قامت علينا ليه؟ ولا انت جبت الكلام ده منين؟ مش هقولك، انا زعلان منك، عايز تسيبنا وتروح المطافي. لا المطافي يا ما تبصليش كده بقى يا خالو. انت بشاير وخالي اللي مشتري ويتفرج يا خالو؟ خالو انت عايز ايه يا بارنس؟ تقول عايز ايه؟ بارنس انا ابتديت اخاف منك. ليه يا لولا؟ جبتني هنا ازاي؟ عملت لهم لطه كبيره هنا خصوصا بعد الزياره الاخيره، جننتني وبعدين مش عارفه اخرج لك، فقلت بقى تجيبني هنا. بالظبط يا لولا، الزنزانه نورت. منوره بنفسها يا حبيبي. بجد يا لولا معقوله تحبيني زي الاول بعد ما تحولت انسان فضائي؟ بحبك في كل اشكالك. مش مصدقني هنا الزنزانه دي هتولع لاعلى من خالص وداني. اقعد يا احلى مفاجاه يا لولا. لا سحر ولا شعوذه. امسكي امسكي يا بت. ايه دول؟ 300,000 جنيه. جبتهم منين دول يا صبر؟ ربيت يا لولا ما بينساش حد. اسمعي يا بت، مسير عقرب الساعه ده هيلف على ساعه هنبقى في حته تانيه خالص. وانا هخرج بيهم ازاي بقى دول ان شاء الله؟ في ثانيه الا ثانيه، نفس العربيه اللي جابتك هي اللي هتوديكي. يا بنت انت مرات جوجل. عايزك بقى ما تنسيش تعدي على ام رحمه. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. الأنسة شاهناز المهندسة الجديدة ومسؤولة عن إدارة الموقع. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك مستر عمر. تقدر تتكلم يا عادل. بالنسبة لمنتجات مزارعنا في الصعيد ما بقتش منتجاتنا قد طلبات اللي بتطلب مننا، وده يا فندم بسبب قلة مساحة الأرض الصالحة لنظام الزراعة بتاعنا في المناطق المجاورة. طب وده ملوش حل؟ ما نجيب مزارع جديدة. وما أنت بتعمل إيه يا فاروق؟ اعتبره حصل يا مستر عمر. انا عملت سيرش على مزارع جديده وحددت بعض الاماكن اللي ممكن نشتري فيها. امال ايه مشكله مصانعنا الدمياط؟ العمال عاملين يضرب ليه؟ 20% من العمال متامن عليهم صحيا تبع التامين الصحي الحكومي، و80% مش متامن عليهم، وهم دول اللي عاملين مشكله. لا مشكله ولا حاجه، امن عليهم تبع مستشفياتنا وعمل لهم خصم 50% على الدواء. ادي الناس تديك. ايوه بس ده هيبقى لود كبير قوي على الشركه. لا
ده سوء إدارة. لما تبص في مرايتك يا فاروق أول ما تلمح إيه معايبك واعلن عنه هيبقى 100 ميزة، لكن لو داريته هيبقى 1,000,000 عيب. لو اتعلمت ده هتختصر وقت كتير ويمكن تنجح بسرعة. أنا لسه عند رأيي، ده هيعمل لود على ميزانية شركتنا، وبعدين في الأول في الآخر دول عمال مش عبيد يعني. ده بس عشان لسه ما بصيتش في مرايتك يا فاروق. تأمينك على مين؟ أنا آسف يا مستر عمر. طب أنا بلغني إن مناقصة وزارة الإسكان بتاعت الشباب رست علينا، وزي ما أنا شايف كده إن الشقق نازلة على 43 متر بالظبط يا فندم. والكلام ده مش عاجبني، المساحة تتحول ل 100 متر إلا بقى لو خفضناها ونزلناها 30 ونعملها مقابر، وبالمرة حجز لكم أنتوا أولى. إزاي يا مستر عمر؟ ده تعاقد مع الوزارة ومش هينفع يتغير فيه. شت مالكش دعوة بالوزارة، أنا أتصرف معاها. اعمل اللي قلت لك عليه وحاول المساحه ال 100 متر مع الحفاظ على الشوارع والمناور. امرك يا مستر عمر. الوزاره مش هتغير التعاقد، والميزانيه اللي احنا واخدين المناقصه بناء عليها ما تعملش غير 43 متر. ما تقلقش انا اضرب اللي بعمله. ما بحبش اتكلم في البريك بتاعي. انا اسف يا مستر عمر بس انا باصص لبعيد قوي. باصص لبعيد قوي. طب بصصني بقى المكان اللي انت باصص منه. انا شايف ان القرارات اللي انت خدتها النهارده دي لازم تدرس تاني، وبعدين انا كنت فاكر حاجه تانية خالص. كنت فاكر؟ ده في عالم الافتراضي البزنس ما فيهوش فاكر، في متاكد، في كان في ايدي. في حاجه يا مستر عمر؟ ابدا، بمسح لوح الإزازة اللي ما بيننا، على الأقل لو مش سامعني تبقى شايفني. بص يا سيدي، كم دي؟ 6. ده بالنسبة لك، لكن بالنسبة لنا 9، وده أكبر دليل إني من مكانك ممكن تشوف الأمور كده، لكن مكان الكرسي اللي قدامك كنت شوفها بشكل تاني خالص. عايز تقيم اللي قدامك اقعد على الكرسي بتاعه واتقل، ساعتها هتجاوب على كل اسئلتك من غير ما تسأل، من غير فتش، زي كل مجتمعك بقى يفتي في كل حاجة، في سياسة وفي إعلام وفي رياضة، بقى كله بيفهم في كل حاجة، كله بقى رئيس. شغال معانا هنا؟ انا شادي سوبرفايزر. مش سوبرمان يعني؟ لا، بس نصير موظفين من هنا. انت كم؟ انا اسف والله يا باشا. شش، تاكل انسجام في الاسانسير يا حيوان. هو حضرتك تعرف انسجام يا باشا؟ انسجام شارع المحطة ورئيس من الجيزة، كانت أيام زفت. البيتين بكرة على المكتب يا حيوان، اوعى تنسى. بص بقى سيادة المدير، القاعة اللي هيكون فيها الوزراء ورجال الأعمال بقى تحت مسؤوليتنا من دلوقتي، ما يخشهاش حتى عمل نظافة. تحت أمرك يا فندم. عايز من سيادتك كشف بأسماء كل النزلاء وجنسياتهم من تاريخ 7/9 لحد 10/9. كشف موجود في الريسبشن. وعايز بقى قهوة بسرعة جدا. تحت أمرك يا ياسر باشا. شكرا يا باشا. اتفضل يا فندم. اتفضل. مش ملاحظة انك بتشربي كتير قوي بقى نهار وليل؟
ما بقتش فارقه، ما هو نهاري زي ليلي. على فكره الانسان طاقه، وانا بقى طاقتي بقت كده ما تعديش فتله. ابقى بالله. هي ايه الفتله؟ واضح الفلوس ما غيرتكيش، بس غيرتك انت. شعر بيض يعني؟ اذا كان الزمن بيغير الحيطان مش هيغير البني ادمين؟ وبعدين لو اتغيرت على الدنيا كلها ما اقدرش اتغير على عشره عمر. ما تستفزنيش يا صابر، انت ما بقتش انت عشان انت ما بقتيش انت. انا اللي لغيت قلبي ومشيت ورا عقلي وبس؟ انا اللي اهملتك وما بقتش شايفه حاجه قدامي غير البيزنس والمشاريع؟ انا يا اخي ده انت حتى مش بتعتبرني مشروع من مشاريعك، ده انت الموظفين بتوعك بيتعاملوا بيتكلموا معاك اكتر مني، وانا اللي مساعدك في كل ده. وبعدين قول لي هنا ايه حكايه المره اللي دايره في دينك؟ اوه مره ودينك، رجعتي لاصلك. دي السكرتيره، متهيألي احنا مبدرين معاد النكت شويه. كلمني هنا. سندوتشاتك يا حمزه تتاكل كلها ما يتسابش منها حته تقعد قدام التلفزيون. ايه يا رؤى يا حبيبي، فرحان في ايه؟ صابر بياخد قرارات الايام دي غريبه قوي، هيضر بيها نفسه ويضرنا كلنا معاه. صابر بقى على وضعه خلاص، وبعدين هو حر في ماله. كبر دماغك منه. اكبر دماغي منه لما انا اكون موظف عنده؟ بس ده ابن عمي يعني اخويا. احنا مش هنفضل كده، مش علاقين فيه طول العمر عشان هو ابن عمك. ما ينفعش، احنا كمان لازم نشوف مصلحتنا يا فاروق، نعمل لنا شغلنا كده على جنب نأمن بيها مستقبلنا ومستقبل ابننا. ما بقاش في حد بيفكر في مستقبل حد، كل واحد بيفكر في مستقبله بس. بس انا ما اعرفش اعمل اللي انت بتقولي عليه ده. انا لو اعرف بس هو بيفكر في ايه. الفلوس، الفلوس يا فاروق بتغير القلوب وبتقلبها. امال لو قلت لك بقى ليلى بقت بتعاملني ازاي هتقول ايه؟ الظاهر ان الفلوس ما غيرتش صابر وليلى بس. ازيك عليك يا باشا؟ ازيك يا عمر؟ والله ما صدقت نفسي لما قالوا لي مالك طلبني بالاسم، والله ده كتير. مش هو كده انا اشارتي، خلينا في المهم. انا بقول كده برضه. انت عارف يا عمر، الحكومه ما عادش ينفع يكون لها حزب، لانها حكومه كل المصريين، بس لازم يكون لها ظهر. عشان كده عايزينك معانا. الموضوع كبير قوي، ايش معنى؟ لا ده انت عملت نجاحات كبيره قوي، فت البلد والناس، ده علاوة علينا اسمك بسم الله ما شاء الله في العالي. والاهم من ده كله انك شخصيه مش محروقه. الباشا مضرب ولا ايه؟ امسك الخشب. بص يا باشا، انا راجل طول عمري بلعب بزنس، السياسه دي مش لعبتي. صدقني الاثنين لعبة واحدة. البيزنس من غير سلطة تحميه يبقى مهدد وعلى كف عفريت، والحكومة من غير حزب قوي يحميها تبقى ملطشة اللي رايح واللي جاي. انت محتاج السلطة عشان تحمي البيزنس بتاعك، والحكومة محتاجاك عشان تحمي سياستها. فهمت؟ دي أهداف حزبك الجديد يا باشا، لو ما عرفناش نعدلها نظبطها على عوجتها. وانت كمان زيها. انا بجد مش عارفه اشكرك ازاي مدام ليلى على كل اللي انت بتعمليه مع الاولاد.
دول حياتهم اتغيرت 180 درجه من ساعه ما شافوكي. انت ما تتصوريش كمان بقى متعلقين بيكي قد ايه. الحاجه الوحيده اللي ممكن تشكريني بيها انك تطلبي مني اي حاجه الاولاد محتاجينها. اصل مدام ليلى ما قلتش لحضرتك نفسها تفرح الاطفال باي طريقه. انت حقيقي مش مخليهم محتاجين اي حاجه، ومع ذلك اوعدك لو احتاجوا اي حاجه هكلمك على طول. ربنا يقدرني واعمل لهم كل اللي بيحلموا بيه. ان شاء الله هشوفك الاسبوع الجاي. ان شاء الله يا شوفك على خير ان شاء الله. لا يا ماما ليلى انت ماشيه بدري ليه؟ معلش يا حبيبي انا هرجع لك تاني، بس اوعدك المره الجايه هقعد معاك كتير قوي لحد ما تزهق مني. انا محتاجه لك اكتر من ما محتاجه لحد. باي باي ماما ليلى. كفايه بقى ونركز في شغلنا شويه. حياتي بليز تركني شويه. ايه انت هتسيبني هنا ولا ايه؟ ايه هما هيختصبوك ولا ايه؟ خد بالك عشان الواد ده ممكن يبقى مكمر حاجه هنا. ايوه يا جماله في الاصفر. شفتك النهارده في التي في قاعد في النجل زي القمر. انت بتروح مطبق ولا ايه؟ قاعد مخمد كده. انت بتقول ايه؟ مخمد عليك لاي جامد كده في قعدتك. طلباتك يا جوجل. ايوه لسه قايل طلبات لحد وزعل. ما تتكلم يا لي عايز ايه؟ شريط اصلك جديد. عايز نصيبي طبعا يا باشا، وانا شاطر وجايب شنطتي معايا. الله، واحنا كل شويه نرفع على بعض سلاح ولا ايه؟ دي طبعا جميري وقعت في ايدي بالرنج. بالغلط يعني. الله، ده انجليزي اهو، قلت اجيبها للباشا هديه، والنبي قبل الهديه. وانت اولى من زوجتي والذئب، زوايف. برافو صابر. بتتكلم بجد انجليزي صح؟ جود بوي. 120,000 جنيه دفهم لحسابي. خليهم 100 يا صابر عشان خاطري. يا دي النيله بقى. طب خلاص، ال100 اللي حكم بيهم الراجل ده ضيفهم لحسابي يا عم عشان خاطرك والمصحف. انتوا هتغنوا وتردوا على بعض ولا ايه؟ حسابك كام يا عم؟ واحد. ايه قصده يقول لك؟ 100,000 يا باشا. 100,000 جنيه. جنيه يا باشا؟ ده من يوم ما عملوه فضه ويا دوبك بيرن. يرضيك صدقني. 100,000 اخضر يا باشا، واحنا هنسويهم براحتنا. حق ولا مش حق يا روح؟ حقك طبعا. اهو هو نسي انت خلصت له ايه من مين كمان؟ يمين بالله لو ما خدت حقي بالاخضر لاخد البنت دي رهينه. خلاص بقى خد البنت دي رهينه لغايه ما الفلوس ما تيجي. اقعد يلا بلاش هنبقى. وبعدين بقى اقعد. انا اكتب لك شيك ب 50,000 اخضر، والباقي هضمه لك على العمليه الجديده. من ايد من عدمها يا غالي؟ العمليه الجديده مقفوله بالضبه والمفتاح. المقفول يتفتح. قرصتها والاب كله بيفك بالصبر. يعني مبارك ويقول امين. كله في البسين بيلين. على جلالك. الله، في ايه؟ انت تترقعني في الكلام يا عم؟ لا هرقع لك ولا تسرفلي. شيل ده من ده يرتاح ده عندك، وبلاش تتليه. اقعد بس يا صابر. يا عم مهيشة الراجل بتاعنا برضه، واللي يقع منه نلمه احنا. انت شايف كده يعني؟ طبعا. طب اقعد عشان خاطر الراجل الطيب ده اللي اول مره اشوفه. خلينا في المهم يا صابر. العمليه اللي جايه هتتم في مطروح، وهناك كل متر ونص كمين
وخايف لنلبس الطرح. قصدك البس انا فيها طرحه؟ اول ما تخلص العمليه الجديده فلوسك هتبقى جاهزه على دايره الملايين. وعد وعد. طيب يا برنس خد بقى مني الكارت الجديد، سابر جوجل واللحظه الحقيقيه عشان لو احتجتني، ده الايميل ما انتش غريب برضه. واحد تسمع لي تاخد التاني. ما انت زي الفل اهو. يعني لعيب فيا يا دكتور؟ وانت كمان زي الفل. خلاص يبقى لعيب في السرير، نجيب اوضه نوم جديده يا لولا. فيا يا دكتور؟ كيمستري بالبلدي كده، الكيمياء بتاعتكم مش راكبه على بعض. يعني لو انت اتجوزت واحده غيرها اكيد هتخلف، ولو انت اتجوزتي واحد غيره هتخلفي طبيعي قوي. وساعتها هنكتب الواد باسمك. انا ما اقدرش استغنى عنك. يعني موضوع الخلفه مستحيل بصراحه، الامل ضعيف، لكن ما عندناش حل غير الصبر، وكل حاجه بيد ربنا. ما تاكل يا بنت انت القصد، والبقى حلقه وصل والمصحف. والنبي سيبني في حالي يا صابر. وماله حالك؟ ده احنا في احسن حال. يا يا ولا يا صابر، زيك يا صابر، ده انا كنت حبيته حب. صدق بالله لا اله الا الله، انا بحبك اكتر من صابر اللي انت بتدور عليه وما لقيتهوش. طب اسحبي. لا والنبي لا تسحبي. بس يا صابر بقى يا بنت، والله الدكتور قال في امل. اما انا جايبك هنا بتضربي كوارع ليه؟ انجزي بقى عشان نحلل اللقمه. يعني انا معايا بقى يا صابر بقيت ارض بر؟ يا لولو كله بايد ربنا، ما بيتعبش غير على الصوم والصلاه، وانت ما شاء الله يعني ما بتنفعهاش. ايه ده؟ فرسان جداد. نحتسبه عند الله شهيد. ده لو بركت عليها ينطفي. والنبي اللي تاخدي دي عشان خاطري. مش عايزه. طب اضربي لي طبق شوربه. لا بس بقى. الحوي الشاي من يد من اعدمها. ايه الحلاوه دي؟ وعيدك دي ايه؟ هنفضل كده مضينها مسلسلات تركي؟ ولا في ورقه ما بيننا ولا حتى دبله في ايدي؟ ايه مالك فايره في حوارك كده ليه؟ انت في حد مسخنك عليا يا بت؟ ايوه شيماء اللي جوايا، وقالت لي كمان ان انت ناوي تقلبها خناقه دلوقتي عشان تزوغ مني. هتكتب عليا يا فاروق ولا اشوف حال انا؟ ده في حد تاني بقى راكب على الخط. سبت وحد واتنين وحياتك. اوبا في ايه يا جماعه؟ صوتكم جايب لاخر الشارع. خش انت جو اشوفهم انا. يا رؤى الليل دخل، مش وراك شغل ولا ايه؟ يلا روح غير. يلا الواد مضايق في ايه؟ ابن عمك سايق الهبل، وانا بصريح العباره كده بقى جاي لي عريس. اوبا عايزه تدخلي غريب ما بيننا؟ طب افرض طلع شمال يلطنا؟ ده حتى شمال في شمال في شمال ما توديكيش في حته، هتجيبك قدام اقول لك نفسي الهاري. انت دارسه في امريكا وعارف. عارف يا صابر، البت هبه دي زعلانه مني قوي عشان ما خدتش بخاطرها في موتة امها. صابر انت معايا؟ بس عادي، هي برضو ما جاتش في موتة امي. صابر انت سامعني ولا لا؟ بس برضو لازم الواحد يكون احسن منه. الله انت مش سامعني خالص يا صابر. تبا لسطحيه سكنت عقول البشر، يا دي النيله السودا يا دي النيله السودا، مش عارفه اتامل مع نفسي لحظه. يا ست الناس طول ما انا قاعد قدامك وباصص لك وبمزاجي، مش لازم انت سامعني، انت شايفني، انت فاهمني، انت فاهم، وتعاملي مع وش على انه ورش التكييف. وبعدين في كوبايه الشاي اللي هنطلبها وانا حلو كده فين؟ مالك يا راجل؟ هو انا يعني مش عارف افضفض واخد راحتي معاك بكلمتين؟ انا بقى طبعي كده. خلاص اطلعنا بره. قول لي بقى، عارف كل اللي انت فيه ده من ايه؟ ايه؟ من الحشيش. شيش كل يوم تصرف 300 400 جنيه، كان زمانك دلوقتي عندك فيلا. يعني انا ما شربتش الحشيش ده، كان زمان عندي فيلا؟ طب انت بتشرب حشيش؟ لا. ما عندكيش فيلا ليه؟ قومي بقى فز فز يا بنت، اعملي كوبايه شاي.
فيلا كرهتني في العشيش. تعالى يا غندور، غندور شكله اتسطح. شاطرة بس ترفعيني يا حبيبي. طب ثانية، غفت غفت انت طيبة لا انا مش مصدقك، حاسك بتكتب علي. بسم الله ما شاء الله، وكمان قوية الملاحظة. احبك يا ليلى. وانا بنتك. انا مش هقف هنا تاني يا ليلى، بقف هنا توجع وعينيا بتطرف. عبدو انت يا بني ادم. ايه سعاده البيه؟ خير انا بني ادم؟ خير يا سعاده البيه؟ عربيتي فين؟ ما خبيرش يا بيه عربيتي ايه؟ ما كانت واقفه هنا؟ ما يمكن يا بيه ولدك الصغير خدها يتفسح بيها شويه يا بيه. الو؟ ما تقلقش يا باشا، عربيتك في الحفظ والسوق. انت مين يا ستي؟ وعربيتي فين؟ لو بلغت البوليس مش هتشوف عربيتك تاني، وانت عارف بقى اللي بيروح ما بيرجعش. جهز 50,000 جنيه وهتاخد عربيتك في مطروح. فين في مطروح؟ عند القهوة اللي عند السوبر جيت. عند القهوة اللي قدام السوبر جيت. سلام يا باشا. دي آخر عملية يا صابر، أنا عايز أخلف حتة عيل أربيه في النور. ومين قالك إن أنا عايز غير كده؟ يا غالي يا بنت الغالي، حبيب قلب الغالي ابن الغالي. شويه كده يا ست الناس. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نريح لنا ساعه قبل المصلحه دي؟ لا انا حالي مهدود من امبارح. امبارح ايه بس؟ يا بنت قدامك راجل كامل الرجوله وانت كامله الانوثه، لو ما عملناش حاجه كامل هيزعل. وانا ما اقدرش ازعل كامل. والنبي. ايوه. ولا انا. يا دي كامل. أعوذ بالله، أنا اتجوزك. طب بذمتك إزاي كنت عاوزاني أتجوزك وأنت بالمنظر ده؟ لا ده أنا بيبقى ليا منظر أحلى بكتير لما حد بيحاول يستظرف فبيشوف وش التاني. تحب أوريهولك؟ حاسب يا أستاذ. حاسب يا أستاذ. يا نهار أبيض، رجلك هتتكسر تحتك. أشكركم. هي القهوة اللي هنا فين؟ عند الشيخ اللي قاعد هناك. شكرا. خد بالك من نفسك. صبر. شكرا. غزل البنات يا صبر، غزل البنات. تعالى. ها عايز ايه؟ عايزه غزل البنات. هات لنا واحد. الو. الحمد لله على السلامه يا باشا. مين معايا؟ مش مهم مين معاك، المهم انك وصلت بالسلامه. الله، انت شايفني؟ ما تهونش عليا، سيبك تيجي مطروح لوحدك. انا عايزه اغير عقدك. ربنا يحفظك. ها انت جاهز يا باشا؟ جاهز طبعا. طب ارفع ايدك كده بالظرف. طب دقيقة واحدة بس. اهو. ايه ده؟ لا تقلقش، دول تبعي. اهدى. يا باشا ادخل اول يمين في اول شمال هتلاقي ثلاث عربيات، شفتهم عربية متقطعة. دي عربية. المستشار عبد الرحمن.
علي الباشا. اتفضل يا باشا. اتفضل. اتفضل. سلام عليكم. الف سلام. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. على وضعك يا جوجل يا ابو التكاتين. لا اله الا الله. في ايه؟ بص جنبي. ملك فاروق. ايه ده؟ إلها أيامك ترجع كان جنيه ب$12 أهو طلقت وركب سوبر جيت. سامحك يا انجي. الحمد لله على السلامة. انا قلت محدش هيعملها غير صبر جوجل. بص يا غالي انا بقيت في حضن ليلى زبط لي ضربات القلب وانت تقول لي كل متر ونص كمين. امال فين المصلحه؟ خد دول دلوقتي والباقي بقى عدي عليا بعد اسبوع كده. عمره ما هيغير سياسته. مش قلنا نصفر العداد؟ لا 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 صابر انا عايزتك عن جد توثق في متر السروجي لانه لما بيوعد بيوفي. انا بقى المره دي نفسي ما يوفيش. اصلها كده هتبقى متعشيه متعشيه. مين هاي المتعشيه؟ امي. بص يا طهره انا ما بثقش في حد والشيطان كان ملاك. العيب مش عليا يا ابن عمي العيب علينا احنا. احنا بعد كده نغير سياستنا. الدفع قبل الرفع. وقلبك الطيب ده بقى حضنه لي على الرصيف قبل ما تيجي. قهرتي ده بقى اللي موديني في داهيه. قلبه يعني امريكاني. اخلص يا صابر اسحب وخلي بالك من نفسك. خلي بالي من نفسي؟ ده انا ابويا مالهاليش. انت شفت لي حلم وحش ولا ايه؟ طب انا ايه بقى؟ محدش هيراضيني بقى في الليله دي ولا ايه؟ او النبي الراجل ده بركه بدل ما يدعي عليك. صدق اللي قال ان الكلب اوفى من البني ادم. عشان احنا بقينا في زمن الخيانه وجهه نظر. صح يا روكي؟ هو مين يعرف غيرنا؟ الحكايه اللي بيني وبين ياسر وسخن بيننا دلوقتي. يسخن ايه؟ ده كان عايز يخلص منه. هو اللي عايز يخلص من حد يضربه في رجليه خصوصا لو كانت المسافه بينهم 3 متر. اللي عمل الحركه دي خاين رخيص. بس ابويا قال لي الخاين هو ده اللي تحب له الخير ويحب لك الشر. انما عمي بقى رد عليه وقال له اللي هو ابوك الخاين ده اللي اتكلم في ظهرك. شفت تمام الخاين ايامهم كان ايه؟ غلبان. انما ايامنا احنا الخاين هو اقرب واحد منك وابعد واحد عن خيالك. سقف سقف. شوف لي معاك كده 200 جنيه. أنا إذنك
يا رب. الحوار ده ما يخصكش، بس لما اقول لك سقف يبقى سقف. باي باي يا زي ما حضرتك عارف يعني احنا قناة بتحترم جمهورها جدا، وما ينفعش كده انشر اي حاجة من غير ما يكون معايا ادلة تحت ايدي. اولا سعادتك ما اسموش عمر نشرتي، اسمه صابر سيد علي طماني. ثانيا بقى انا اعرف كل حاجة عنه من يوم ما امه ولدته لحد النهاردة. تزعل على الخاين، لانه الوحيد اللي ما ينفعش تديله فرصه تانيه، وما توقفش حياتك على حد. ساعات كتير بنكتشف ان البدائل افضل بكتير من الحاجات اللي تربعت على عرش الاولويات. ارجو تكون فاهمني، دي موافقه وزاره الاسكان على ارض الواحات. ابتدي مشروعك. ما تقلقش، احنا ابتدينا حمله الدعايه ومدينا عقود كمان، واخدين مقدمات بحوالي 150 مليون جنيه. طب كويس. وبعدين حكاية دقنك دي عايزك تخفها شوية. جرحتني ما لاحظتش، انا عمري ما فكرت اخونك لانك ابويا واخويا وامي، وده نوعي اللي لسه ما شفتهوش. زي ما عمري ما هيأس اني اجيب لك ولد حاضن دمي ودمك. والله انت ليه دمك حاضن دمي يا ليلى؟ احنا في نعمه، وما دام وافقت ترضي ارضي رضا كامل. الدنيا دي غريبه قوي يا ليلى، تعبتني زي ما تعبك. عايزه تعلمني كل حاجه وعكسها. علمتني زمان ان كل حاجه بالفلوس،
ودلوقتي جاي تعلمني عكسها. علمتني ان نص فكره ونص كتاب ونص طريق ما وصلوش لحاجه، زي ما علمتني ان انا انسان مش نص. وبرضه جاي تعلمني عكسها، قلت انك مش كامل، مش كامل لاني مش قادر اجيب ولد منك من صلبي ولا انت. والحل ان احنا نفترق، وده مستحيل. وبعدين الطمع ده، حد يطلب بنت بيضة حلوة زي الوردة، حتى وردة، ويطلب تاني كتير قوي يا ليلى، كتير. صح صح، اصبري معايا يا ليلى، اصبري. بحبك كده يا فاروق. انت عندك كل تفاصيل عملية السرج الأخيرة، عايز اشوفه في السجن. خير يا فاروق؟ مالك؟ خبر مش كويس. خير؟ ياسر الظابط هيعمل حلقه في التلفزيون وهيتكلم فيها عنك، والاعلانات ماليه الشوارع والنت. انت غلبان قوي يا فاروق. روح انت وانا هتصرف. طيب فهمني بس. يلا يلا. عشان عم نفذ أوامرك. لا أعمل هيك عشان بحبك. بس 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 خلاص. عارفين في بعده عني ناقصني إيه وإيه، مش لاقي حد زيه اهتم بعده بيه. جربت ألف حاجة وبعد كل حاجة. ألو إزيك يا أستاذ حسام؟ مع سيادتك المقدم ياسر أفندي. أهلا ياسر باشا، إزي حضرتك؟ الحمد لله يا باشا، الحمد لله. الحقيقه النهارده الحلقه بتاعتي كانت المفروض تتذاع، ما اتذاعتش لحد دلوقتي. ايه السبب سعادتك؟ هي فعلا اتاجلت. اتاجلت؟ اتاجلت ليه والامتى؟ والله الامتى دي ما اعرفش، انما ليه تقدر تسال فيها منصور بيه المنشاوي، هو اللي امر بكده. طب يا باشا انا هتصرف. شكرا يا باشا. اتفضل 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 يا فندم. اتفضل. ايه ده؟ في ايه؟ هو مش منصور المنشاوي ده اللي كان عايز الحلقه تتذاع عشان صبري يتفضح؟ ايه اللي جد يعني؟ واضح ان البلد دي بقى فيها مليون عمر نشرتي. جيت احارب تعبان بحاوي. السيد المستشار النائب العام محامي الشعب، بعد التحيه، اليوم نحن بصدد قضيه غير كل القضايا، هي اعظم واخبث من غيرها. انها قضيه فساد وافساد من الدرجه الاولى، قام مرتكبها بتسويق نفسه إلى الرأي العام على أنه الفارس المخلص والبطل المغوار الذي سيدخل برثان الشر فيفنيها من أجل تحقيق أحلام المواطن البسيط في أن يحيا حياة كريمة هادئة. فالتف الجميع حوله وجعلوه تاجاً على رؤوسهم، ووافقوا ودعموا وصفقوا له، وأصبح يكبر كل يوم أضعافاً مضاعفة، حتى بات يتحكم في أقواتهم ويتملك مشاعرهم وعقولهم، وامتدت يده الآتمة إلى كل موقع مؤثر في هرم السلطة، حتى أصبح له رجالاته وعملاءه الذين يخدمون طموحاته العفنة. فكل يوم يمر دون مقاومة ذلك السوس الذي ينخر في عماد الوطن سيكون سبباً في انكسار إرادة أمة وانحنائها أمام رؤوس أموال طاغية جاحدة لا تعرف إلا لغة الأرباح والمكاسب، حتى لو جاءت على جثة هذا الوطن. عارف إن النائب العام عمل لك ضبط وإحضار،
أنا مش عايزك تقلق خالص، بالنسبة لك دلوقتي جوه أأمن من بره بكتير، لحد ما نشوف هنطلعك إزاي يا صابر. أنا اسمي عمر النشارتي يا باشا. ماشي يا عمر يا النشارتي. فضل ايه بقى؟ رضعتني وانا صغير يا حبيبي، طول عمرك اصيل ومتنساش الواجب ابدا. هنعمل ايه بقى؟ الناس لبعضيها. ومتنسيش برضه الله يبارك لك باكو كمان للبت هدى. ليه بقى دي كمان ان شاء الله؟ انت رضعتني وانا كبير. نعم. هنعمل ايه طيب؟ سيد عثمان اتحرك يا ابني. فندم خالو يا خالو خالو البضاعة فين؟ في زنزانتك يا عمو. بضاعة بنص مليون جنيه تسيبها في الزنزانة؟ أعمل إيه؟ خاله قال لي كده، بس هو قال لي إن السجاير حرام. لا يا حبيبي مش حرام، يا بس مش مستحبة. الحمد لله يا رب. تقيلي بقى عشان أروح أستئناف. يا رب أخرج. ربنا معاك يا صابر. خد بالك إحنا عندنا شغل كتير. صابر سيد علي الطمان. أفندم. إبراهيم محمد أحمد. أفندم. الصلح حسين هيديك مفتاح الكلبش وأنت بتركب عربية الترحيلات، وهو برضه اللي هيفتح لك الترباس لما تيجي تهرب. طول فترة السجن كنت أأمل تجيلي فيزيتور زيارة يعني. سؤال إيه؟ البيانو اللي أنت كل شوية منطرهولي في حتة، مرة في الجنينة ومرة جوه هنا، نظامه إيه؟ أنت بقى بتلعب عليه ولا جابه ديكور؟ لا بلعب عليه. فنان يعني؟ أرتست يعني؟ أنا شغال مع أرتست. خلينا في المهم، أنا عايزك في العملية الجديدة. مش لما نصفر القديمة يا فنان؟ شو يعني نصفر؟ يعني نجيبه أرض بس هو يسلم. مين هو ده اللي يسلم؟ أم. نصفر يا جوجل. 10 خضرة أم. كده يبقى فاضل لي 40 أخضر. ما تلم رجليك شوية. طب وأنت إيه اللي مسكتك؟ ماشي يا طهرة. عايزك تظبط يالا. ما تنساش إن أنا اللي مخرجك من السجن. يعني أنت اللي عليك. مش أنا. ومين قالك بقى ان انا كنت عايز اخرج؟ انا كنت اخلص المصلحه بتاعتك وارجع تاني. صدق بالله انا بطلع مصلحه جوه احسن من بره، وفي الهادي جدا على روقان. ده انت محدش يعرف يغلبك يا عم. انا لا عايز اكون غالب ولا مغلوب، انا عايز اقضي المصلحه واطير. ايه المصلحه؟ عروسه مكتوب كتابها، عايزين نسطرها ونوصلها لابن الحلال. لميعه ولا مطربه؟ ملعلعه. الدخله امتى؟ يا ريت النهارده قبل بكره. ايه المصلحه؟ حتى تأثار دهب عايزين نسلكها. الاستلام في الأقصر والتسليم في اسكندرية. وبعدين كده انت فهمتني كويس طبعا كبير. تمام. تمام. الله، انت بتكلم مين يا دين؟ بشاور قرين يا برنس. انا ما قلتلكش ان انا ملبوس. خلينا في المهم، الموبايل ده خط جديد هكلمك عليه في أي وقت، والفلاشة دي عليها فيديو لعروستنا. طب معلهاش حاجة الأصالة الجديد؟
ما تقفش، احنا هي ناقصه قفش. طلب 4/4 ساعه لغوريسكي ريجوليروفشيك ريجوليروف. طب علي 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 علي. ده تاكي ني بولا فيرولي. البروتوكول بروتوكوليروال كيف يرمي. الخبر ده طلع صحيح. تبقى مصيبه سود. خبري مش عارف. مش عارف. بس قلقان. شو ده بانسيدنت ني ستال بريتندنتم على سدي. اسيبك انت بقى تقلق لوحدك. ولا انا في اي مكان تاني. سلام. не кури турка трубку купил اه ليلى انا بخير لم هدومك انت وشيماء وفاروق عشان هتجوني مش لما الاول اعرف في ايه يا صابر هفهمك بعدين شوفي مين شوفي مين حاضر حاضر مين حكومه يا لهوي الحق يا صابر الحكومه بتدور عليك في يا باشا في صابر يا بنت في السجن يا باشا خش فتش المكان ما هو هرب يروح امك يا فندم هتقوم لي على البوكس والله يا باشا ما اعرف يلا يا بيت ياسر بيه ده ما كانش اتفقنا يا عم دلاش يا عم احنا عاملين الموضوع ده بس عشان يبان انه طبيعي ساعتين كده وهخرجها لك وزي ما وعدتك هصفرك ورقك زي الفل بقول لك يا جوجل هبعت لك رساله على موبايلك في عنوان تحفظه كويس قوي وبعدين تمسح الرساله ماشي يا باشا يلا صباح فل يا جوجل مع السلامه انت هتهرب الواد ده بره مصر اهرب مين يا عم انت ده واد نصاب عليه قضايا اكتر من 15 سنه delivery date Well, you are too late and we hurry. لك حياتي هن عم يسألوك عن مواد التسليم بيقول لك انك اتأخرت عليهم كتير وهن هيك مزعجين منك التسليم حيكون الأسبوع الجاي نظام سدد الفلوس ازاي الدليفري will be next week How the money will be One third of the amount will be paid before delivery and the rest after delivery حياتي هو رح يدفع لك التلت هلأ قبل التسليم والباقي بعد التسليم وانا موافق اوكي يا صبر حياتي ليكو هيدا صابر ايوه يا صابر خلي بالك يا باشا انت متفاجئ بقول لك يا غالي احنا مش مركب واحده ولا انت عايزنا تلط تخش السيجنال بسطرحه خلينا في الجد انت هتستلم العروسه في الاقصر وهتسلمهاني في اسكندريه والكلام ده هيكون يوم الجمعه اهم حاجه بعد الصلاه انت عرفت ازاي ان البوليس بيراقبني جات لي رؤيه اصل بنام طاهر كلام انت عيب بره امك اوبا ايه الجو الامريكاني انت جبني هنا ليه مزاجي انت سيب انت على قال لك لما يظبط الحجر بس شويه ولا بقول لك ايه انا لا هسلم ولا هستلم انا روحي في ايدك فين ال عف لا كده انت بتدخل ظرف التهريج وغالبا بتقلب بجد امسك اشرف لي ارجع السجن احسن هنسميك الاسم اللي انت عايزه يا حبيبي طلباتك ايه انا بقول طلباتي بتسال شريط اصاله اوبا ده انت معبي لا انا عايزك تسميني سعيد عشان لما اسافر يقولوا لي هابي استغفر الله العظيم امك اللي ذنبنا عظيم التسليم امتى يا صابر والله ما انا راضي عليك عشان انا قلت لك هابي وانت قصد تضايقني التسليم امتى يا هابي هابي ايوه كده كمان يومين هيبقى فين يعني انت ما سمعتش الحكومة بتحب تتأكد ورا مصنع الكراسي اشمعنى؟ عشان ضلمة خلص يالا اوه مالكش أمان عند الهرم الكبير اشمعنى؟ عشان طويل بطل وسخ يالا وخلص هو اللي قال لي ولعلمك بقى عشان خاطر المحبة اللي ما بيننا العروسة لميع مش متربة أفهم من كده ايه؟ كنت أنا فهمت مسكرة هدي الفلاشة اللي عليها العروسة بس امان عليك ما تمسحش اغاني اصلا اللي عليها اوعى ايدك تمسح ايدك انا ما يهمنيش في الموضوع ده حاجه انا هغسل ايدي منه وهسلمك السروجي في ايدك دي والعروسه في ايدك دي بس امان عليك بلغ مصر ابنك صابر بيقول لك كفايه عليه قوي كده
ينك كده عليك وعلى عمرك يا شيخ انت وكلب. روغر اغلط صدومه ادخلت سنخ قلبي يا جدعان استعبط ولا ايه في في يا صابر حلمت ببغبغه نحوه بيعض في هدهد ده ايه في الخير ابقى اتغطى كويس ودف على شمالك يا صابر شفت بقى الصغير مسيره يكبر اسروج ما كنتش احب اقول لك حمد لله على السلامه بالطريقه دي بس انت مالكش امان عايز اسروج عايز حقي غبي 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 بجد حقك اسروج بتليفون صغير منك كان حقك هيجي لك لغايه عندك حقك ده ايه ده نقطه فحري انت بتكلم عمر النشارتي أنا حقي كل اللي معاك يا نشرتي ده يبقى عندي حلم أحلم بيه أحسن من كابوس أخاف منه أنت كابوس أنت كده فوتت الناس أنا لو فكرت في كلامك يا سروج دقيقة واحدة أبيدك زي طفي في السجاير أنت عارف تمنها بيام إنك توقفني قدام مراتي مربوطة أنا هزعلك وهزعل وهجيب ناس تزعل أنت مش هتخرج من هنا على رجليك إلا بعد ما أخد حقي مستك يا سروجي إن أنت بتصدق اللي بتقوله ودي ميزة مهمة جدا حاول تحافظ عليها you
اللي شال الهم من صغره ياسر بيه يشيل اي حاجه. صابر علي الطماني الشهير بصابر جوجل، نصاب محترف، سرق تراث بلده وهرب وباعه بره. عض الايد اللي اتمدت له وشالت عنه بلاوي كتيره، ودلوقتي بقى راجع ايه لابس ثوب رجال العمل الوطنيين اللي بيضحوا بثروتهم ونفسهم عشان خاطر البلد. صح يا صابر؟ عاش عاش يا بطل. تدخين في الجيم؟ تعمل ايه بقى؟ الجيم والاوتيل والمطعم ملك، والملك بيقوي القلب. تعالى اسر بيه، تعالى نشرب فنجان قهوه هغيره. تشغلش انت بالك بحق البلد، في غيري نهب البلد وسافر وما رجعش. على الاقل انا لما سافرت كنت سايب طيارتي دايره عشان عارف اني راجع تاني، وكنت متاكد ان انا وانت هنقعد القعده دي. وحشتني. المنطق ده انت اخترعته عشان تخلص من عقدة الذنب. ذنب؟ لا سيبك انت من عقدة الذنب دي، خليها على جنب. مات. بس انا مش حسيبك. مالكش حاجه عند الحرامي بشيلته يا باشا. معقوله؟ هو انت لسه ما مسكتش قانون؟ ده كلام. المفروض ان القانون يحمي البلد من اللي زيك. انا بقى عندي بلد جوه البلد تحميني من القانون بتاعك. ما ينفعش يكون بلد جوه البلد، هي بلد واحده بس يا صابر. انا اسف هحرجك، انت مين عشان نقول ينفع وما ينفعش؟ انت حاجه صغيره قوي كده ترسي في مكنه كبيره. فلسفه فارغه؟ لا دي مش فلسفه، دي محس حسابات ماني. انا ما اعرفش غير قانون. قانوني غير قانونك، قانوني بيبني وقانونك بيهد. وبعدين كان فين قانونك 7000 سنة والبلد بتتزرع؟ بقانونك واللي فيها لا طايرين لا ابيض ولا اسود. انا على الاقل رجعت بدي الناس حقوقهم وبعرفهم ان ليهم حقوق، فبالتالي عليهم واجبات. ياسر بيه اعقل الكلام اللي بتقوله الاول يا حبيبي. ده على اساس انك بتحب البلد؟ بطل شغل التعبين بتاعك ده بقى. انا فعلا تعبان، عرفت ازاي؟ بس سمي مش في لساني، لا سمي في دماغي. ويوم ما فكرت تشتريه لدغك. اما بقى حبي للبلد اكيد بحبها اكتر منك، لان انت بتحبها على الورق بس، لكن انا بحبها عملي. نرجع لمرجوعنا، تاخد حقك سيوله ولا ناشي؟ لا انا هعرف اخده ازاي. انا قلت كده برضه. عايز اقول لك نصيحه يا سربيه، الحياه علمتني ان الدنيا دي عامله زي المطار، كل واحد فينا ليه رحلته، فخليك في رحلتك احسن. رحلتنا واحده. طب خلاص ما تقعدش جنبي بقى عشان انا بقى اشعر. يا سربيه اوعى تفتكر ان انت الافضل، لا احنا الاثنين مالناش صحاب. انت مالكش عزيز وانا مالقتش عزيز. وبعدين انا اكتر حاجه تضايقني في الدنيا دي لما اكلم حد ويسيبني ويمشي، لان ده لا في البروتوكول ولا في الشياكه، وبيزعلني قوي قوي. عايزك بقى توسع صدرك الفتره اللي جايه، هتستحمل مني كتير يا صابر، وخلي بالك من نفسك. طب ممكن تتفضلوا بعد اذنك يا مصوري. تفضل. اهلا اهلا. وانا اقول المكتب نور كده ليه؟ حياتي كيفك؟ ازيك؟ شقت لي؟ انا برتاح جدا وانا بتكلم معاك، هجيلك في اقرب وقت. اوكي
ماشي باي. حبيبي كان بيتكلم مع مين؟ دي شيماء كانت بتطمن عليا. ما تكلمنيش من ساعة اللي حصل. هي كويسة؟ كويسة. أنا قررت أسافر. نعم يعني؟ أنا قررت أسافر أوروبا طالما أنا مش عايشة بأمان هنا وأنت مش فاضيلي. بس الكلام ده لما تكوني عايشة مع هبة مش عايشة مع راجل. وأنت بتسمي دي عايشة؟ ده احنا بنتقابل بالصدفة يا راجل. وأنت إيه بقى اللي مش عاجبك في العيشة؟ مش ده اللي كنت بتتمنيه؟ فلوس عربيات وقصور. انا لا عايزه فلوس ولا عربيات ولا قصور. وده معناه ايه بقى؟ يعني معناه ان انا خلاص خدت القرار وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. لا انت هتنام على الجنب اللي يريحني انا بس. علاقتك فوق. مرحلة ايه؟ بقول سعادتك نصاب. نصاب من وجهة نظرك انت، لكن من وجهة نظر الناس ده راجل اعمال وطني وشريف. لو طلعنا بكرة وقلنا ان الراجل ده نصاب الناس هتصدقنا؟ هيعتبروها حملة تشويه وشعبيته هتكبر. ده غير ثقة الناس فينا اللي احنا بنحاول نرجعها تاني. بتهيألي سعادتك ثقة الناس دي ممكن نكسبها لما نقدم الفاسدين وأصحاب المصالح للعدالة. الإصابة بسيطة خالص وهيخرج كمان يومين. الحمد لله يا رب. الحمد لله. من فضلك بس 5 دقايق يا ما تكترش. دقيقة. اتفضل. ياسو ألف سلام عليك حبيبي. قلقتني. قلقتني ياسو. معقولة صدر ورجليك؟ أنا آسف. أنا آسف. سلامتك حبيبي. جاي تطمن عليا ولا تطمن على نفسك؟ ما تقلقش لسه عايش. بس وحياة أمك زي ما خرجتك من السجن هرجعك لي تاني. ياسر باشا أنا ماليش في اللعبة القذرة. الدنيا علمتني إن عصاية العز هوش بيها ما كسرهاش. محدش له مصلحة يخلص مني غيرك. يا باشا أنت حبيبك كتير قوي. تفتكر بقى إني ممكن أصدقك؟ ومين قالك أصلا إن أنا عايزك تصدقني؟ انت صعبان عليا. ما صعبش عليك غالي. ده احنا لسه في اول جوله وانا لسه بقول هادي. الكلام ده قديم قوي يا ياسو. يا اخي انت ما زهقتش؟ ما تدور على المصلحه اللقمه المام. انا عندي قريه سياحيه بتشتغل حلو قوي وعايز رجل امن من حديد زي كده ومرتب خيالي. وانا يا سيدي هتجاوز عن الاصابه. انا اسف يا اخي. اعمل ايه؟ رجليك ناحيتي. اللي فات اللي جاي هيعلم عليك. وادي شيك اعمل مشي من العيال. كنت متأكد انك هتعمل جو عزة نفسي منعاني. صدق اللي قال إن الكلب أوفى من البني آدم. عشان إحنا بقينا في زمن الخيانة وجهة نظر. صح يا روكي؟ هو مين يعرف غيرنا؟ الحكاية اللي بيني وبين ياسر وسخن بيننا دلوقتي. مين؟
يسخن ايه؟ ده كان عايز يخلص منه. هو اللي عايز يخلص من حد يضربه في رجليه، خصوصا لو كانت المسافه بينهم 3 متر. اللي عمل الحركه دي خاين رخيص. بس ابوي قال لي الخاين هو ده اللي تحب له الخير ويحب لك الشر. انما عمي بقى رد عليه وقال له اللي هو ابوك الخاين ده اللي اتكلم في ظهرك. شفت تمام الخاين ايامهم كان ايه؟ غلبان. انما ايامنا احنا الخاين هو اقرب واحد منك وابعد واحد عن خيالك. سقف سقف. شوف لي معاك كده 200 جنيه. انا اذنك يا رب. الحوار ده ما يخصكش، بس لما اقول لك سقف يبقى سقف. باي باي. عن عمر النشرتي. زي ما حضرتك عارف يعني احنا قناة بتحترم جمهورها جدا، وما ينفعش كده انشر اي حاجة من غير ما يكون معايا ادلة تحت ايدي. اولا سعادتك ما اسموش عمر النشرتي، اسمه صابر سيد علي الطماني. ثانيا بقى انا اعرف كل حاجة عنه من يوم ما امه ولدته لحد النهاردة. تزعل على الخاين لانه الوحيد اللي ما ينفعش تديله فرصه ثانيه، وما توقفش حياتك على حد. ساعات كتير بنكتشف ان البدائل افضل بكتير من الحاجات اللي تربعت على عرش الاولويات. ارجو تكون فاهمني، دي موافقه وزاره الاسكان على ارض الواحات. ابتدي مشروعك. ما تقلقش، احنا ابتدينا حمله الدعايه ومضينا عقود كمان، واخدين مقدمات بحوالي 150 مليون جنيه. طب كويس. وبعدين حكاية دقنك دي عايزك تخفها شوية. Thank you.
بيك على دراعي. اجرحك ازاي بس؟ رغم قوة ملاحظتك لما جرحتني ما لاحظتش. انا عمري ما فكرت اخونك لانك ابويا واخويا وامي، وده نوعي اللي لسه ما شفتهوش. زي ما عمري ما هيأس اني اجيب لك ولد حاضن دمي ودمك. والله انت ليه دمك حاضن دمي يا ليلى؟ احنا في نعمة، وما دام وافقت ترضي ارضي رضا كامل. الدنيا دي غريبة قوي يا ليلى، تعبتني زي ما تعبك. عايزة تعلمني كل حاجة وعكسها. علمتني زمان ان كل حاجة بالفلوس، ودلوقتي جاية تعلمني عكسها. علمتني ان نص فكرة ونص كتاب ونص طريق موصلوش لحاجة، زي ما علمتني ان انا انسان مش نص. وبرضو جاية تعلمني عكسها، تقولنك مش كامل، مش كامل لاني مش قادر اجيب ولد منك من صلبي ولا انتي. والحل ان احنا نفترق، وده مستحيل. وبعدين الطمع ده، حد يطول بنت بيضة حلوة زي الوردة، حتى وردة، ويطلب تاني كتير قوي يا ليلى كتير. صح صح. اصبري معايا يا ليلى، اصبري. المستشار رأفت المتولي كده هو، بس ده شكله اتغير عن زمان. مش مصدق نفسي تقفل علينا باب واحد. انا كمان مبسوطه قوي قوي قوي. هتعمل كل اللي وعدتني بيه؟ عيب، انا اجدع واحد يوعد ويوفي. اتفضلي يا عروسه برجلك اليمين والنبي. كنت هتقطع الفستان يا حيوان. حيوان؟ انت قلتي الادب عليا الطلاق، ما تقعدي على ذمتي دقيقه واحده. انت طالق يا جماعه، استهدوا بالله وصلوا على النبي. ليك في حالك يوم. انا ما ارجعش في كلمتي ابدا. كرايه يا اخويا، تعالي يا بنت. كرايه لا اقعد معايا. انت فاكر بقى ورا رجاله؟ لا يا حبيبي، دور على رجاله ياكلوا الزلط. انت فاكرني لقمه طريه؟ لا طريه ولا ناشفه يا اخي. بس زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمكشوف، وكل واحد ياخد حقه. طب مفتاح الشقه يا ابن عمتي. مفتاح الشقه؟ المفتاح نسيته في الاوتيل. فين مفتاحك يا امك؟ ما جبتوش معايا، نسيته. كمان سايب مفتاح الشقه لامك يا بتاع امك؟ اه بتاع امي اهو. انا بتاع امي يا اختي. ايوه يا اختي، هو بتاع امه. انت مالك؟ شفت؟ شفت هم بينوا. بنو بنو يما. بنو 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 اصلكم بنو. بنو 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 اصلكم بنو. بنو 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 ايوه بنو. اكسر الشعر يا فاروق. عناية
عمال فرحكم ان شاء الله فرح اولادكم. الف سلامه. يلا بينا بقى نروح نطلع. ايه لا احنا قدامنا شغل كتير. يلا انا لسه انا حطي دي حطي دي يا روح. يا سلام هي جت على دي. نهارنا رادي ان شاء الله. يلا القمر اهو. شفتي بقى ميزه الواحد يعمل فرح بالنهار عشان ناخد اليوم من اوله. لا ما انا هنام. لا تنامي ايه يا عروسه مفيش نوم طبعا. ده لا تنامي ايه بس. بقول لك انام اهو. العفش اتصحر. ايه؟ استني ده ما سابوش غير نجفة. يا نهار اسود. يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب. شاع عمري شاع عمري راح. مين؟ يا جزمة. قشطة جوجل. العفش كله تشوم في المخزن يا ابن عم. زيك يا غالي انت وين؟ خلصة بالصلصة. حاسب الرجالة. بجد ما انا عدمها. عد الفلوس يا ابن عمي الايد غلطة خصوصا لما تبقى ايدك. والنعمة انا كنت عروسة قمر. لولاش القلم اللي نزل على وشي ده. ما انت كمان لسانك مبرد. الهي يا رب يا صابر يفتح لك كل البيبان المتقفلة في وشك وتبقى على وضعك كده. الهي يا بعيدة تصحي من النوم تلاقي ربنا يبارك عليك كده. يا سيدي بس حضر يبقى رسلي حضر. يقعد يا ميسي يا جرح. جون 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 شبيه. جون يا باشا. الواد ميسي ده لعيب. لا يا رجالة عشان لما تيجي تخش على جوجل وتعمل كده على البريد يطلع لك الحل من غير هاري ولا لط. شايف شايف الهبه دي؟ مش جايب لها ميكروويف. هديها بتغسل على ايديها. طب اغسل البرنر. تعبتك معايا بس عشان جو البوكس ده مانيش فيه عشان برستيج. والله العظيم يا باشا كنت لسه بشكر فيك. ادعي ادعي. فين العفش يا فين العفش يا فين؟ طول ما انت بتتنطط زي سوسة البنوليس كده مش هتطول مني حاجة. طول ما في عفش مفيش عفش. اهدى بس يا انت باشا. اقعد اضرب بقى. عايزني اساعدك؟ طب اهو اهدى اهو يا ياسر باشا. اهدى 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 بس اهدى تاني. ده كان فاضل حيطان يا خادع. فين الباب يالا؟ خد الباب كمان يا باشا. الشقة كانت مكمكمة قلت اعمل لك طيارة. اه والله وحياة امك نظبطك يا ياسر باشا. يا ياسر باشا اقعد وكل حاجة عورتني اهو عورني اهو يا عم. استغفر الله العظيم. ماشي نقعد نتفاهم. يلا وانا دمي في ايدك يا عم. يا باشا اسمع كلام الباشا الصغير وبعدين لما يشوفك كده يعمل ايه واحنا بنقول يا هيكله. يا باشا انت دارس في امريكا وعارف. جوجل جوجل لخص وقت من الاخر. ماشي يا باشا. طب هنشاهد الباشا الصغير يا عم. حط نفسك مكاني او مكانه لو مكانك. يديك يا باشا ياخد مراتي يلبسها قضية شمال يلطها عشان ما عرفش يجندها. يرضيك يا باشا يعني خدها من عندكم ملطوطة. انت عبيط يالا تسرع عفش ولاد دخلاتي. يا باشا ما انا حكيتها معاك كتير وداج المراتة واضع والعتاب صابون القلب. وبعدين انا سامحتك 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 كتير. وسكان اصالة حذرت انا بقى بكفرت على طول. ولا هات من الاخر طلباتك ايه؟ شريط اصالة. كيفك يا باشا؟
يا هولا انا صاب عليك بالعافيه. استنى هقول لك. تفرج على ليلى ناوي؟ يعني الان افرج على العفشه، غير كده يجبرنا هزعل واجيب ناس تزعل. وحياه دم السخن ده، اديك لبستها. شفت رمي البلا سهل ازاي؟ على فكره انا عارف انك تقدر تسجنني، بس عادي عادي عادي. قانون العقوبات في الماده 316 بينص على ان اللقطه اللي احنا فيها دي من 6 شهور لسبع سنين، محامي ب 200 جنيه يجيب لي فيها 3 شهور 3 مانس اخش اركلس كده بقى سليبنج وانامهم. اعتبرها خرجت. ايه ده جوزها؟ مجازي يعني؟ مراتي خرجت مجازي. ايه اعتبرها خرجت؟ مراتي خرجت مجازي. طب يلا يا لولا خرجنا خلاص كفاره. ايه يا باشا؟ انت كده شايفني خفيف؟ انا مش هخرج من هنا غير مراتي معايا. اسحب لك سحب المايكي. يا مشمش الجيران اشتكوا، وبعدين 100 مره قلت لك ان الميه في صابون بتاكل في المسلح، والمسلح موحوح لوحده. خليك في حالك يا اخويا. ما حالي هو حالك يا بنت. انت هتفضلي لابسه الوش الخشب ده لغايه امتى؟ والنبي سيبيني في حالي يا شيماء. يا بنت اتقمطتي من غلاين اعصاب ومش عارف على ايه. ده صبر يتمنى لك الرضا ترضي. ما ده اللي قاهرني. نفسي اخلف لحته عيني. احنا داخلين في 2 سنين جواز وست سنين خطوبه. كان زماننا جبنا اعمال وبذاكر له ماس. يعني حسابي يعني. العيل جاي جاي يا لولا. ربك ما بيديش الحسابين، بيدي الموعدين. خلينا بقى من الموعدين. انت دارسه في امريكا وعارفه. يا صابر حط نفسك مكانها برضه. خليكي في حالك انت. الله يبارك لك. انا حاطط نفسك مكاني بالعافيه. طب عاوزين نسقط بالليل ونروح الدكتور. حس بيا يا صابر. صابر حس بيا بقى يا اخي. ساعه كده ان شاء الله بحس بيك. اشمعنى يعني؟ واخد مسكن مهبطني وسنة الناس. انا لا رايح دكتور ولا هاجي عند دكتور. اللي ربك عايزه هو اللي هيكون. اكلت الكلب. اصل دي روح مش يمامه هتجيب البندق بتاعها وتيجي. يا ابن عمي جاي معايا ولا هتطلع مع اليمامه تجيب البندق؟ حبيب قلبي معاك. بس حد لنا لقمة حلوة. تجيب بوسه ولا ده مش موضوعنا؟ اه مش موضوعنا. كفايه بقى ونركز في شغلنا شويه. حياتي بليز تركني شويه. ايه انت هتسيبني هنا ولا ايه؟ ايه هما يخطبوك ولا ايه؟ خد بالك عشان الواد ده ممكن يبقى مكمر حاجه هنا. ايوه يا جماله فلاسفر. شفتك النهارده في التي في قاعد في المجلس زي القمر. انت بتروح مطبق ولا ايه؟ قاعد مخمد كده. انت بتقول ايه؟ مخمد عليك لاي جامد كده في قعدتك. طلباتك يا جوجل. ايوه لسه قايل طلبات لحد وزعل. ما تتكلم يا لي. عايز ايه؟ شريط اصلك جديد. عايز نصيبي طبعا يا باشا. وانا شاطر وجايب شنطتي معايا. الله واحنا كل شويه نرفع على بعض سلاح ولا ايه؟ دي دبان جميري وقعت في ايدي بالرنج بالغلط يعني. الله ده انجليزي اهو. قلت اجيبها للباشا هديه والنبي قبل الهديه. وانت اولى من زوجتي والذئب زوايف. برافو صابر. بتتكلم بجد انجليزي صح؟ جود بوي. 120,000 جنيه دفهم لحسابي. خليهم 100 يا صابر عشان خاطري. يا دي النيله بقى. طب خلاص ال100 اللي حكم بيهم الراجل ده ضيفهم لحسابي يا عم عشان خاطرك والمصحف. انتوا هتغنوا وتردوا على بعض ولا ايه؟ حسابك كام يا عم؟ واحد. واحد ايه؟ قصده يقول لك 100,000 يا باشا. 100,000 جنيه. جنيه يا باشا؟ ده من يوم ما عملوه فضه ويا دوبك بيرن. يرضيك صدقني. 100,000 اخضر يا باشا واحنا هنسويهم براحتنا. حق ولا مش حق يا روح؟ حقك طبعا اهو.
هو نسي انت خلصت له ايه من مين كمان؟ يمين بالله لو ما خدت حقي بالاخضر لاخد البنت دي رهينة. خلاص بقى خد البنت دي رهينة لغايه ما الفلوس ما تجهز. اقعد يالا بلاش همبكر. وبعدين بقى اقعد. انا اكتب لك شيك بخمسين الف اخضر والباقي هضمه لك على العملية الجديدة. من ايد من عدمها يا غالي؟ العملية الجديدة مقفولة بالضبة والمفتاح. المقفول يتفتح. عرستها والاب كله بيفك بالصبر. يعني مبارك ويقول امين. كله في البسين بيليل. على جلالك. الله في ايه؟ انت تترقعلي في الكلام. يا عم لا هرقعلك ولا تسرفلي، شيل ده من ده ارتاح ده عندك وبلاش تتليه. اقعد بس يا صابر. يا عم مهيش يا الراجل بتاعنا برضه واللي يقع منه نلمه احنا. انت شايف كده يعني؟ طبعا. طب اقعد. عشان خاطر الراجل الطيب ده اللي أول مرة أشوفه. خلينا في المهم يا صابر. العملية اللي جاية هتتم في مطروح وهناك كل متر ونص كمين وخايف لنلبس الطرح. قصدك البس أنا فيها طرح؟ أول ما تخلص العملية الجديدة فلوسك هتبقى جاهزة على دير الملين. وعد؟ وعد. طيب يا برنس خد بقى مني الكارت الجديد صابر جوجل واللحظة الحقيقية عشان لو احتجتني ده الإيميل وانتش غريب برضه. واحد تسمح لي تاخد التاني؟ ما انت زي الفل اهو. يعني العيب فيا يا دكتور؟ وانت كمان زي الفل. خلاص يبقى العيب في السرير. نجيب اوضه نوم جديده يا لولا. في ايه يا دكتور؟ كيمستري بالبلدي كده. الكيمياء بتاعتكم مش راكبه على بعض. يعني لو انت اتجوزت واحده غيرها اكيد هتخلف، ولو انت اتجوزتي واحد غيره هتخلفي طبيعي قوي. وساعتها هنكتب الواد باسمك. انا ما اقدرش استغنى عنك. يعني موضوع الخلفه مستحيل. بصراحه الامل ضعيف، لكن ما عندناش حل غير الصبر وكل حاجه بيد ربنا. ما تاكل يا بنت انت الاصل والباقي حلقه وصله والمصحف. والنبي سيبني في حالي يا صابر. وماله حالك؟ ده احنا في احسن حال. يا والله يا صابر زيك يا صابر، ده انا كنت حبيته حب. صدق بالله لا اله الا الله انا بحبك اكتر من صابر اللي انت بتدور عليه وما لقيتهوش. طب اسحبي. لا والنبي لا تسحبي. بس يا صابر بقى يا بنت والله الدكتور قال في امل. اما انا جايبك هنا بتضربي كوارع ليه؟ انجزي بقى عشان نحلل اللقمه. يعني انا معايا بقى يا صابر بقيت ارض بر. يا لولا كله بايد ربنا، ما بيتعبش غير على الصوم والصلاه، وانت ما شاء الله يعني ما بتقطعهاش. ايه ده؟ فرسان جديد. نحتسبه عند الله شهيد. ده لو بركت عليها ينطفي. والنبي اللي تاخدي دي عشان خاطري. مش عايزه. طب اضربي لي طبق شوربه. لا بس بقى. يا لهوي. الشاي. من يد من اعدمها. ايه الحلاوه دي؟ وعيدك دي ايه؟ هنفضل كده مضينها مسلسلات تركي ولا في ورقه ما بيننا ولا حتى دبله في ايدي؟ ايه مالك فايره في حوارك كده ليه؟ انت في حد مسخنك عليا يا بت؟ ايوه شيماء اللي جوايا، وقالت لي كمان ان انت ناوي تقلبها خناقه دلوقتي عشان تزوغ مني. هتكتب عليا يا فاروق ولا اشوف حالي انا؟ ده في حد تاني بقى راكب على الخط. سبت وحد واتنين وحياتها. اوبا في ايه يا جماعه؟ صوتكم جايب لاخر الشارع. خش انت جو اشوفهم انا. يا روقه الليل دخل، مش وراك شغل ولا ايه؟ يلا روح غير. يلا الواد مضايق في ايه؟ ابن عمك سايق الهبل وانا بصريح العباره كده بقى جاي لي عريس. اوبا عايزه تدخلي غريب ما بيننا؟ طب افرض طلع شمال يلطنا؟ ده حتى شمال في شمال في شمال ما توديكيش في حته، هتجيبك قدام اقول لك نفسي الهاري. انت دارسه في امريكا وعارفه. عارف يا صابر البت هبه دي زعلانه مني قوي عشان ما خدتش بخاطرها في موتة امها.
صابر انت معايا؟ بس عادي، هي برضو ما جاتش في موتة امي. صابر انت سامعني ولا لا؟ بس برضو لازم الواحد يكون احسن منه. الله، انت مش سامعني خالص يا صابر. تبا لسطحيه سكنت عقول البشر، يا دي النيله السودا، يا دي النيله السودا، مش عارفه اتامل مع نفسي لحظه. يا ست الناس طول ما انا قاعد قدامك وباصص لك وبمزاجي، مش لازم تسمعني، انت شايفني، انت فاهمني، انت فاهم، وتعاملي مع وش على انه ورش التكييف. وبعدين في كوبايه الشاي اللي انا طالبها وانا حلو كده فين؟ مالك يا راجل، هو انا يعني مش عارف افضفض واخد راحتي معاك بكلمتين؟ انا بقى طبعي كده. خلاص اطلع انا بره. قول لي بقى، عارف كل اللي انت فيه ده من ايه؟ ايه؟ من الحشيش. شيش كل يوم تصرف 300 400 جنيه، كان زمانك دلوقتي عندك فيلا. يعني انا ما شربتش الحشيش ده، كان زمان عندي فيلا؟ طب انت بتشرب حشيش؟ لا. ما عندكيش فيلا ليه؟ قومي بقى، فز يا بنت اعمل كوبايه شاي. فيلا كرهتني في الحشيش. تعالى يا غندور، غندور شكله اتسطح. اتفضل الشاي اهو. ايه يا بت؟ هو في راجل بيعيط؟ امال مالك؟ شاطرة بس ترفعيني يا حبيبي. طب ثانية، غفت بتكتب عليا. بسم الله ما شاء الله، وكمان قوية الملاحظة. أحبك يا ليلى. وأنا أموت فيك. أنا مش هقف هنا تاني يا ليلى. بقف هنا توجع وأنا بتتطرف. تاخد أنت نص جنيه وتسيبني أتفرج. مالك يا ست؟ مش فلة؟ الله يبقى يوم أخويا، من حيث الفلوس فلة. انما يا اخي انا ما بعرفش اخد نفسي ولا راحتي غير في حارتي. بالك الناس اللي انا شغال عندهم دول هم واللي زيهم ناس مش عايشين. كفايه كدبهم على بعض وكفايه بلوعتهم. انت باين عليك غو فقر. يمكن عشان احب الحاره واللي فيها. مش هتشرب؟ خلاص حبكت ماشي بالشيشه ورايا لغايه هنا. اللي واخد عقلك يا عم. ايوه بس انا فين وزينب فين؟ دي كانت متجوزه امين شرطه اسم الله. ربنا يقرب البعيد. يا سلام، بلاش سهوكه، اتاخرت. والفيديو 10000 جنيه هو الدباكه دي كلها عشان انا؟ 10000 جنيه وفيديو ايه بيه؟ انا مش حرامي، انا ما سرقتش حاجه. لا المسرح دي اللي بجد ممدوح بيه، ممدوح بيه. انت ناسي لما كنت لمؤاخذه متنيل ب60 نيله سكران ومتنيل ومهبب واديتني 1000 جنيه وصبحت الصبح اديتهم لسعادتك؟ ماشي، بتلعب على مين يا واد انت؟ دي حركه انت عاملها عشان
اتخم واثق فيك، تديني القليل وتلهب الكتير. ده بلاش الكلام الكبير ده، لبك وتلهب والكلام ده، ما خليت ايه الصغير على مؤاخذه. اخرس اهو انت اللي تخلص. انا سكت لك من الصبح، انا اشرف وانضف من 50 واحد زيك. انا ارمض جزمتي لو ايه ده غلط؟ حضرتك مش سامع بيقول ايه؟ سيبنا نتصرف احنا. تضربني بيه؟ تضربني؟ خساره دي اخرتها. خدمتك واشتغلت عندك مرمطول وفي الاخر تضربني؟ منك لله. اشوف فيك يوم يا ممدوح ابني بقى انا، اشوف فيك يوم. اتفضل معانا. انا فين حظبط؟ هنستكمل المحضر ونجيب امر من النيابه ونفتش بيتك. لا ممدوح بيه المساله بجد، ابوس ايدك ابوس ايدك يا ممدوح بيه. انا مش حرامي، انا ما سرقتكش. ما انت بيخش بيتك 50 نفر كلهم ولاد كلب، اشمعنى انا؟ امشي يا نفس يا حرامي. حرام عليك، اشوف فيك يوم، اشوف فيك يوم يا ممدوح ابن حضرات. هدوء. اشوف فيك يوم يا ابن سميحه. فتشوا كويس. فيديو ايه من 10,000؟ ايه اللي هياخدهم بس ولا هيسرقهم يا حضرة الظابط؟ ده واد غلبان قوي، ده مكسور عليه شيء وشويات من الايجار، وعمرنا يا اخويا ما سمعنا انه خد تعريفة من حد. صح يا صباط، ده جدع شهم وجدع وفييسي على الظابط. هو انا من جيتك؟ ما طول عمره نضيف وطول عمره متربي معانا، عمرنا ما سمعنا انه مد ايده لحد. سته حبيبي صاحبي سته 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 سته. ازيك يا ابو عزيز؟ بعدت عني ليه يا ابو عزيز؟ ابدا يا حبيبي ابدا. انا وقعت ظلم يا ابو عزيز، ما عادش اللي يظلمك. شفت مسكني في ايه؟ ما عادش اللي مسكك. بهدلوني يا ابو عزيز، ما عادش اللي بهدلك يا سته. انت تعرف عني اني ممكن اسرق. انت تسرق يا حبيبي؟ مش ممكن تسرق، الناس كلها تسرق الا انت. حظبط الراجل ده شريف. يلا اتفضل. الراجل ده صديق عمر، ده احنا كده في الحته اخوات، حته مني كلامه في السليم على طول. عم عزيز اهي ست، ما تسيبنيش، مش ممكن اسيبك. انا من غيرك ما تصيرش مليم. عم عزيز ست، انا من غيرك هتسجن. ست 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 عاملين لي فيلم شاطئ الذكريات. خد عسكري. ما تسيبنيش يا ابو عزيز. خد عسكري. ما تسيبنيش. سته تعال حبيبي. على فكره انت بلغت قوي في هديه عيد ميلاد بسبوسه. لا بلغت ولا حاجه. ما بلغتش ازاي؟ انت مديها 10,000 جنيه وجهاز فيديو. ايه؟ انا مديها 10,000 جنيه وجهاز فيديو؟ الله، انت كنت سكران ولا ايه؟ دي بسبوسه دي كلها على بعضيها ما تساويش نكله. اصلي الوادي اللي كان بيشتغل عندي انه سرقهم واتحبس. روح خرجوا بقى امرك لله. ليه؟ عشان يبقى غسيل وجيب ويبقى بلاغ كاذب، واروح في داهيه عشان حته كلب ما يسواش. بلاش يا سيدي واحد من الرعاع خليه يتحبس يتحبس. ضابط في نفوخك على حاجز التنفسي بتاعك يدوس على الشريان التاجر. مين ده؟ ستة؟ لا سبعة. ورا مشرط يا ابن حتتي. ازاي؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ هي بلاوي بتتحدف على الواحد يا ابن حتتي. ايوه بس انا اعرف ان انت ماشي كويس ومستقيم. مش عرفك. يعني عارفك ما دام فقير ومش لاقي تاكل تبقى مستقيم. حلوه برافو عليك. كلا ذكي وبتفهم. وانت بتبي بينا ايه؟ لا انا مستني الباخره ورايح كنكه. حلو يا الله. هكون في حجز بعمل ايه يعني؟ ممسوط في قضيه. اهلا اهلا المنورين. ازيك يا حاج؟ بقول لك ايه؟ انا واقع وجعان، مفيش هنا حاجه تاكل. لا في ايه؟ في سكالوب يا جدع. اتفرج معايا. الحجز هنا مفهوش اكل، الاكل على حسابك. انت معاك فلوس؟
ولا معايا ريحتهم. معكش ريحتهم؟ ايه يلا وانا مطلع. قوم كلم البيه. قوم. لا انت اصيع. ماشي يلا قوم. حاضر حاضر بالراحه. ايه بقى يا دب يا حلو؟ اتفضل معايا. زيزو ستة عزيز، أنا في انتظارك على أحرم الكاميرا يا صاحبي. ده أنت طيب يا أخويا وابن حلال. متشكرين متشكرين يا ست صباط. مش وقته، اسمي صباط يا أخويا. أصل بصراحة أنا مش فاهم يعني إيه صباط، بس فاهم يعني إيه صباط. والله العظيم أنا بحسبها اسمها إيه صباط. أنت هتكون معايا أنت آخر؟ بطل أحسن أديلك عاهة مستديمة. هات يا أخويا هات، أنت وقفت بصلي. خد يا أخويا عملك حلة محشي بإيديا. ايه التعب ده بس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. مين؟ ست زينب. معقولة؟ معقولة ست زينب جت تزورني؟ أنا لو كنت أعرف كده كنت اتحبست من زمان. إزيك يا وزة؟ يا ابني اسمي بطة، في ناس كتيرة ما بتحبش الوزة. والنبي أنا لما سمعت اتقهرت على الآخر واتحسرت قوي. كمان كمان ست زينب اتقهرت عليا؟ ده كتير. مش واحد من حارتنا انا عملت لك دقيه باميه كده على ما اوصم يا رب تعجبك. امسك يا عم الشحات لنص البلد. بس ده كتير عليا، انا ما استاهلش كل ده. يا عم لما تطلع من لومان يبقى رد. لومان ايه؟ لومان ايه يا زيزو؟ اليومانيا الغربيه. لومان مدينه تقع في المانيا، انا رايح اشتغل فيها هناك وهجيب لك. يلا يا شويش المتهم مطلوب للنيابه. زي ما سيادتك شايف مفيش اي دليل يدل على السرقه، لا مضبوطات ولا شهاده شهود. انا اطلب الافراج عن المتهم وأطالب النيابة بعدم تجديد حبسه. هي فوضى؟ افهم ده ايه؟ ده حرامي. احنا اخذنا احوالك يا استاذ ممدوح، والقرار دلوقتي للنيابة. مفيش مانع يفرج عن المتهم بكفالة وتحدد جلسة قريبة. شكرا. جلسة؟ ده احنا كده داخلين فوضية يا ناس. والله ما سرقت. انا راجل شريف، انا ماشي مية مية، ماشي مش احول. والله ما سرقت يا عبد. صدقني ما سرقتش. انا مش وش سرقة. بلاش قضية بيه. لازم قضية وجلسة. انت فاكر الحكاية سهلة؟ احمد ربنا انك هتخرج. قررنا. مبروك الف مبروك يا ستة. شكرا زيزو. ايه مالك؟ مالك على زيزو؟ لا مفيش. حلو هو ده. يا اخويا كان وشنا حلو عليك. الله يخليك. ازيك يا ست زينب؟ يا وش سعد، يا وش سعد عليا. الله يخليك. كده بقى ما انتش مسافر لومان. لا يا حبيبتي مش مسافر. وتقول لي لومانيه الغربيه يا كذاب. صحيح يا بطة. ايه ده؟ ايوه معلش. احنا كنا جايين بتاكسي اهو. يلا بينا يلا بينا يلا يا حبيبتي. يلا يلا حبايبي حبايبي. يلا يلا انت احسن حاجه تعملها تيجي تشتغل معايا مكواتي على الفلوسه بتاعي. لا انا ماليش في المكوى، انا كنت بشتغل شغلانه فلالي، لو كان معايا قرشين كنت كسبت ذهب. قصدك الروبابيكيا؟ يلزمك كام علشان تقف على رجليك؟ يعني مش اقل من 100 جنيه. خلاص يا اخويا هنتصرف. اطلع يا اسطى. والرضا بالظلم من العار.
هو الزحمة غني عظيم غني ياكل لحمة والفقير بيدوب جوا الزحمة ولا حدش غني قلبه علينا أغنية منزوع منها الرحمة عالم مغير ألوانه والشجر ما بيجيش أوانه عالم مغير ألوانه والشجر ما بيجيش أوانه فيه ناس ألوان مش طبيعية ولا حدش موجود في مكانه عاشق 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 همتكوا يا رجالة وتعيشوا دايما للحارة عاشت همتكوا يا رجالة وتعيشوا دايما للحارة مش حنسى جميلكم ويايا سوى كان في الدار او من الجارة عشتك لخرب بيتك بس هلا خلص القميص خليني امشي انا بخلص لك بس الزراير عامله قلق بيتك عشتك خلاص هلا قبري اعلم مالك خلاص يا زيزو خد ادي الهدوم يا سيدي شغل النهارده كله خد ماشي خليه شفت غسيل ومكوى ولا جديد اللان ولا 100 ولا 10 ده غير ده بقى اللي متعلق ده كله عاوز يتاخد حلو هنسحبهم النهارده مساء الخير يا عبد العزيز مساء الخير يا اختي ازيك يا ست ازيك يا زينب عامل ايه كويس الحمد لله النبي عبد العزيز خلص الدور النهارده والنبي احسن جاي لي ناس حاضر عن اذنك لا هيخلصوا باذن الله يا له ايه النفس الكبير اللي خدته بعد زينه ما خرجت هتحسب عليا الانفاس هتحسب عليا الانفاس ابني في حالي ايه مالك فيه تعبان تعبان قلقان قال لي مش عارف نفسي بقى تفرج عشان تفرج ما قلت لك 100 مره هتفرج الجدع عن وهتفرج ما تمدش ايدك سيب بس هدوم البنت ايه اللي حصل بالظبط؟ بقولك يا عزيز ايه؟ فكرك يعني واحدة زي زينب ممكن تحبني انا يا عزيز يا سلام لو انت تستاهلها تحبك وتحب ابوك كمان انا مش عايزها تحب ابويا يا عزيز انا عايزها تحب مين؟ عايزها تحبني انا يا عبد العزيز ما هتحبك انا اشتغل ليل ونهار وهي تحبك فعلا هشتغل ليل ونهار حتى ما اطلع الفجر بيك يا لا اله الا الله محمد رسول الله يا ولا ستة اشتغل قبل الاكل وبعده ثلاث مرات في اليوم بحبك امشي يا ليه امشي على بوز كده امشي انا عايز افهم بقى حضرتك موديني على فين في الجو اللي مش انت هتطلبت انت تمشي وانت ساكت حاضر ماشي هنمشي واحنا ساكتين نعرف نفهم وبعض لا ما تعرفش شايفك كراكيب حاجه يا ست بنات جبنا الباق في ده يشيل بقولك عشان وضعي ما بقاش وحش بلاش كلمة تشيل دي فاهمني ولا لا؟ اه طب امشي تعال انت تسريح يا جدع ازاي انت اشتغل تسريح الزيت الرقاصة الكسر دي ازاي؟ عندك حق استبنان بس انا خايف نبيع التسريحة اللي بيزعل لما يخرج من السجن من سويسرا يعني يزعل من ايه؟ دي كراكيب ما تسواش صح ده انا بعتك ما عادش يفكر مؤاخذة اخر مؤاخذة ما تزعلش نفسك مش حضرتك برضه المؤاخذة شطاحة من ايه شطاحة دي؟ شطاحة ذات اليمين وذات اليسار يعني شوية شخلعة بقول لك ايه بطل نباضة انت بتكلم الست بنات اجدع رقاصة في البلد ايوه ما انا قلت شطاحة قلت اطلعوا من البلد يلا بلاش انا بشيل الكراكيب دي ماشي هنشيل ما تزعليش نفسك ابدا ماشي دوشة عايز ارجع ماليش الحاجات دي هنا عينيا يلا يلا خش عليها يلا يلا رايح فين الهنب بتقول لي يلا اصلا مستعجلة شوية وبعدين اخلع انت لان منظرك عرة بصراحة طب بلاش نباضة ماشي بقول لك ايه هي الشطاحه بتنادي لك بدوكشه ده اسمك ولا هي بتهزاك قلنا بلاش لماضة ماشي هتشيل الحاجات دي فين التسريحه دي والشويه دول التسريحه دي بالذات مش عايزاها مش طايقاها حاضر وجب
هتدفع كام؟ شوف بقى بصراحة كده الحاجات دي كلها على بعضيها حاجات زبالة وما تسواش. السلام عليكم. خد يا جدع راح فين؟ بقول لحضرتك حاجات ما تسواش. الأكاد هتصعبط عليا أنا، وفين الست قالت ما تزمناش يعني؟ هتستعبط فيها؟ والله خلاص أنا ما جيتش جنبيكوا كراكبكوا عندكوا، ما تلزمنيش. شيلهم بقى يا كمل وتخلصني. تعجبيني يا شطاحة نطاحة، أدفع 30 جنيه. 30 جنيه يا باع؟ ده التسريحة لوحدها تساوي أكتر 200 جنيه. خلاص بلاش التسريحة، هاخد شوية الكراكيب التانية بسبعة جنيه. خلاص شيل الكل وادفع 300 يلا. 300؟ اه. لا يفتح الله، السلام عليكم. خد يا جدع راح فين؟ سيب الكرافتة. كرافتة؟ هو أنت لابس كرافتة؟ اشمعنى أنت بتقول على التسريحة ب 200 جنيه؟ ما دام بتكذب يبقى أنا لابس كرافتة. عايز تدفع كام؟ ادفع الجميل 20 جنيه. شيل. العزيمة الجرح ده هيجنني. الطب مش لسه قايل 30 جنيه انا؟ ايوه بس الست شطاحة بتقدر، قلت 20، انت هتفتح بقك هقول 15، شكلك اني هقول 10. ارجع ماليش الحاجات دي هنا. ماشي. رقاصة؟ بقول لك يا رقاصة، انت ليه ما تسيبيش الرقص وتشتغلي حاجة تانية؟ اشتغل يعني ايه غسالة؟ ده انا بصرف 5000 جنيه في الشهر يا روح امك. 5000 جنيه في الشهر؟ 5000 جنيه؟ فهمت. وتلاقي جوزها بيديها 15 جنيه في الشهر وبتدبر هي الباقي، مدبره حلوه قوي. ولا نعم انت هتجنني يا قد، انت عبيط يا قد ولا بتستعبط؟ لا انا الاثنين يا بيه. طب ناخد الولاد معايا جبالنا. قصدي سعادتك على وسطك. احرق شيله خلصني. قول في داهيه. حاضر حاضر حاضر. نعاين بقى لمؤاخذه. اتفضل عاين. بقول لك ايه؟ لا 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 لا، البيعه دي مش نافعه، دي خلعه. يا عم شيل واديني الفلوس وخلصني. انت سامع بودانك الشطاحه قرفانه ومش طايقه نفسيها مكلمه. ايوه ما انت خلاص قرشت الفوله. فاضيين الفلوس. فين عالم؟ عرق في بيه محترم حافظ الرغيف ده في صدره يقول عرق عرق عرق. جاتك ده هي، شيل معايا حملني. جاتك ده هي، العرق شيل الكراكيب دي. سليم الحمد لله. سليمة. لا اي حسب الله. بس مالك يا ست؟ حاضر اهي كده. لا حلو قوي. 100 100 100. بيتك كنت هتودينا في داهيه. ما هو بتاع السريعه حراميه. ايه اللي عملته في الموتوسيكل ده يا بلسه؟ الحمد لله سليمة، الموتوسيكل 100 100 سليم والكلاكس شغال، بس احنا اللي بايظين. انا عايز موتوسيكل سليم والعجله قدامنا اتكسرت. لا طب خد رجلي عبد العزيز الورانيه. ازاي رجلي؟ انا ما عنديش ستيبل. ما انت عارف وقت الداهيه كمان. انا هروح فيكم في 60 داهيه قدام على اسم نصابين حراميه. اوعى تقول حراميه. نصابين معقول؟ لكن حراميه ازاي؟ اخرف.
انت تخرس. ايوه بيقول لك انت تخرس ولا تخرس. انت بالذات اللي تخرس. سعادتك عايز مين فينا اللي يخرس؟ ما ترسلك على بره عشان نبقى حلوين مع بعضينا. اشك منات يلا. لا لا شنكمات لا، احنا المؤاخذه ما نضربش بالشنكمات، فاهمني ولا لا؟ فلوسك تاخدهم على الجزمه القديمه قدام الرجاله. معاك كام يا عزيز؟ معايا اللي معايا. قول لي معاك كام؟ عشان الراجل الموتوسيكل بكام؟ الموتوسيكل لا يتكلف برضه اليومين دول. انت معاك زي اللي معايا؟ معايا زي امبارح. انت عملت زي امبارح بس الواد عباس. الواد عباس ما هو هجيب لك الفلوس هنا علشان هو معاك. وعباس جاي جاي جاي, جاي, جاي وهتاخد فلوس. الله عباس تعالى اهو. تعالى شايف هندية؟ تشكر بيوم يا امير. الحساب يا فندية. والله خبرين ايه؟ احنا عامتين ايه؟ اطمن على حسابي فيها ايه دي؟ ما لسه سمون ضربني دلوقتي في 120 قرش، وانا يوميتي كام؟ دي مراتي هتولد. اديله 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 اديله. يلا بر مراتك ودواماك. مخرب بيتك يا ستة، دول اللي معانا. معلش بكره طفره جديده. الله يا جماعه، ده ما عندوش لا ست ولا عيل ولا توأم ولا حاجه، ده هيسكر بيهم. احنا ما حدناش الهضب، احنا خارجين شغل. اسكت يا زيزو، المهم دلوقتي ان انا فكرت في شغلانه هتكسبنا ذهب وبعيدا عن كل مخاطر. بس انت اسمع كلامي. تصدق بالله؟ نعم بالله. انت هتوديني في داهيه. هنلعب. ودلوقتي يا حضرات، دلوقتي يا حضرات، عايز منكم راجل شديد يكون واضع من سرسوب امه. فين يا حضرات؟ مفيش راجل؟ مفيش فيكم راجل؟ انت راجل؟ لا انت عايز لك فنطاسين محلول الجفاف. اطلع. انا عايز راجل، عايز راجل. راجل مش دستة. انت راجل؟ انت راجل؟ طبعا راجل. راجل ولا مش راجل؟ راجل والف راجل. قوم اسمك ايه؟ اسمي عبد الستار الجعيص، وبحق وحقيقي. الاخ عبد الستار واقف قدامنا. انت دفعت كام؟ دفعت 5 ريال. انا سيد الرجال. سيد الرجال دفع 5 ريال تسقيف على ريال. البطل ده هيكتفني بالسلاسل. تعرف تكتفني؟ اكتف اهلك. اتفضل كتفني. كتفني بالسلاسل، وعايز السلاسل تتلف على لحمي لحد ما يبك منها الدم. اوي تسيفة. خلاص هاني هوب. اي يا مبتلي انشف جامد. يا مبتلي قفل تبعي. يا رب يا وي. من قال يا رب غاب؟ ومن قال يا عبد ندم؟ بعون الله شفت تكتيفه منيله. افرك يا وي. صلي على النبي. صلي هيا 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 هيا. ايه طمني كام يا سيدي؟ 19.5. حلو رضا، انا مش قلت لك البالي هتلعب عزيزو؟ ربنا يتم بخير يا ستة. يلا بقى قوم بينا ناكلها لقمتين حلوين. ونشرب لنا كاسين برضه. لا كاسين ايه، انا ما اشربش. انا بشرب. الله، انا اسكر وانت تاكل المازة. ودلوقتي انا عايز راجل فيكم ما جابتوش ولادة عشان يكتف العبد لله. انا عايز راجل، انا عايز راجل. مفيش رجالة ولا ايه؟ ايوه هو ده، ده سيد الرجال البطل العضل التمام. هي هيكتف العبد لله. معلش معلش. قوم يا ريس. قوم يا حبيبي. روح معايا. روح معايا. روح معانا. يا صديق اسم الكريم ايه؟ اسم الكريم ايه؟ المدبر.
عيبه ايه؟ ده باين عليه سكران ولا نايم؟ مالكش دعوه دلوقتي هيبقى كويس. قوم بقول لك ايه؟ عاملين علينا كومبينه. احنا عاملين لك كومبينه ولا غيره، بس روق المنديل شويه هنبقى 100 100. طب خلاص نكتفك احنا بقى دام جايين تستلفونا رزقنا ولقمه عيشنا. انا بقى هكتفك تكتيفه عمرك ما شفتها. كاتب واحنا يهمنا واخرب بيتك. طب انا هوريلك يا حلو، هوريلك يا رب. لازم اكتفك تكتيفه عمرك في حياتك ما هتعرف تفك نفسك منها. واخرب بيتك يا ابو عزيز. هشوف يا حلو. حاضر. بس انت روحت برجلك. شد يا ابو عزيز. شد كتفه فرحان. يلا بقى بالصلاه على النبي ورينا هتفك نفسك ازاي. ايه هفك نفسي ازاي؟ انت مش بطل؟ ما تفك نفسك. حاضر هفك. فك. عايز افك من هنا. فك يا قوي. فك يا هلا. بس ما تقولش هلا. لا حولها واطي عشان منظري قدام الخلق برضه. طيب ورينا بقى نفسك يا هاي. واضربتني ربطة تو عليك وعلى الناس. هاي يا رب. مخرب بيتك يا عبد العزيز. فين نطتك يا عبد العزيز؟ يا هاي انا عبيط يا رب. النور. ايه اللي نزلك دلوقتي يا بطه؟ انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ ابدا مستني متر الانفاق. انا بتكلم جد. ايه قاعد فيها ايه دي؟ طب وايه اللي ربطك كده؟ مزاجي. لا مش مزاجك انت، حد ربطك يا عم سته وادالك بومبا وهرب. وطى صوتك، انت عايز تعملي فضايح. امال ايه يعني؟ عامل لي جدع وطلعت بقلب. وعلى راي المثل، من بره على الله ومن جوه على مله. هو فين من بره ولا من جوه؟ ما هو متنايم مستنيني. الله يخرب بيتك يا عبد العزيز. فعلا الانسان ما فيهوش غير لسان. انت زعلت مني يا عم تصدق؟ انا بهزر معاك. لا يا حبيبتي انا زعلان منه هو. مين ده؟ زيزو عبد العزيز الله يلعنه. احنا هنقعد نتسال كده ونسيبك مربوط وجعان وعطشان؟ خد اشرب. ربنا يخليكي. شكرا بطة، انت بنت حلال قوي. عارفه ليه؟ عشان مامتك ست طيبه وست محترمه وابوكي كمان الله يرحمه. انت هتمسك لي العيله فردا فردا؟ خلينا فيه، هنفكك ازاي؟ مش هتعرفها بطة. لو شغلت مخي هعرف، بس اكلك الاول. هديت تعبت وينشف من صباحية ربنا لحد الليل وانا بتعذب ماشي في الشارع عايز حد يفكني، مش لاقي محدش عايز يفكني، جري ورايا حدفوني بالطوب اللي قال عليا مجنون خارج من مستشفى المجانين، اللي قال عليا جربان، اللي قال عليا عندي مرض معدي خايفة تعدي. متشكر حبيبتي متشكر. ده انا مش ممكن هنسالك جميل ده ابدا. جميل ايه؟ واحدة شافت واحد مربوط فكته. دي كانت رابطة بعقل، دي كانت خانقة. حط صوتك لحسن حد يعرف ان انت كنت مربوط. رأيك فيك حق. يلا حبيبتي يلا اطلعي عند ماما عشان تستعوقك. القعده معاك حلوه قوي يا عم سيف. انت احلى حبيبتي. تعرف يا بطه لو عملوا لي رسم قلب دلوقتي هيلاقوكي مرسومه جوه عين قلبي. وقلبك ليه عينين؟ اه وعينيا اللي شايفاكي ليه قلب. يلا اطلعي.
بعد صباح الخير. ها عشان الدنيا برد. يلا حياتي يلا سلام. الله يخرب بيتك. انت كنت فين يا جدع؟ انا كنت بدور عليك. انا اللي كنت فين؟ الله يخرب بيتك، وديتني في داهيه فمحطيني خليت رقبتي زي السمسمه، بقيت ماشي من غير سمسمه. خلاص خلاص يا سته، المهم احنا نشتغل امتى بكره؟ نشتغل تاني؟ مفيش شغل بيني وبينك، انت لو قلت صاحبي ولا اعرفك، انت من سكه وانا من سكه. يهون عليك العيش والملح. انا هشوف لي اي شغلانه تانية اكل منها عيش لوحدي. يلا الله سكران بيك يا الصوم القديمة. أنا بتاع الصوم بيك يا. اشتري دول تفتحنا حليب إن شاء الله. رينا ستي. بسم الله الرحمن الرحيم. اه كويس. لا ده سليم وده سليم. ده ممكن وريني الجزم. لا 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 دول ما ينفعوش دول ما ينفعوش. لا دي لها فردة؟ لا ملهاش. ناخدها. دول ما ينفعوش ودول ينفعوا. ادفع في دول 3 شلن. 3 شلن في عينك وانت حمار. بقى سيب دول وتاخد دول. ما انا حر، دي شغلتي. هتعرفينا شغلتنا وبعدين ليه الاباحه دي بقى على الصبح؟ هتشتريهم بالربع جنيه وانا مش دافع فيهم غير بريزه. هات جتك البلا وانت حمار. الله الله الله، ليه قله الادب اللي على الصبح دي؟ ما انا اقدر اقول لك يا بغله. ها اخسيه على منظرك. بسم الله على منظرك انت، والله ما بلغتك معاهم يا باي. ججبو سخس. الله ما تصطبعي على الصبح يا وليه. وليه يا عديم النظر. هتخلعي لي كتفي. هتدفع ربع جنيه. هدفع لك نص جنيه واتكل على الله. الاسكندريه، العجوزه، مدينه نصر، جمصه، اي سي مراقيا، دمياط، راس البر، بي اي سي، اي سي سي، اي سي بي، اي سي الشركة الام. يميننا في التجارة ويسارنا في الصناعة وعيوننا على التصدير. اي سي نبع دائم، فكر متجدد. يلا معلم بعضك. قلت قلت يا معلم بعض. يا عبد يا معلم، اللي انت جايبه ده دي الحاجات القديمة. دي قديمة؟ دي زبالة. والله مش حضرتك عايز الحاجات القديمة الانتيكة؟ انا اي حاجه كنت بشوف فيها الربا ما كنتش باخدها، انما كنت اخد كل قديم. شوف ده تانك كان سليم، قصيته علشان يبقى قديم. اصل بصراحه انا متخمش، اي حاجه لازم تبقى زباله. معلمنا بيحب الزباله، والزباله اليومين دول بتكسب ذهب. انا مش بتاع الزباله يا بجم، انا بتاع الحاجات القديمه الحاجات المحترمه. وبعدين معاك اشتريت شويه الهلاهيل دول بكام؟ بالفلوس اللي حضرتك اديتها لي يا معلم 50 جنيه. بخمسين جنيه؟ طب ما تسويش 50 مديم يا عار. بقولك ايه؟ انا عاوز فلوسي وما تورينيش خلقتك هنا تاني. انا ممكن موريكش خلقتي، انما ما اعرفش الفلوس بقى موريلكش. يعني انا معيش اجيبها لك منين؟ لا انا عاوز فلوسي. اجيبها لك منين يا معلم؟ انا هوديك في داهيه مديل على وصل امانه ومعايا صوره البطاقه. ولا يا علي يا حسين هات السوم يا عار. ساعه معاك كام؟ ساعه كده. طيب يا سته. ارحمونا مش كده؟ كل يوم كفته كفته كفته، مفيش يوم بطاطس ابدا. والله هتعملوها بطاطس. روح قلبي روح حياتي نور عيني. نكتي انت بتغزلني يا راجل ولا ايه؟ اخوانا طلائع الشباب تحييكم وتركوكم الهدوء. نحن لا نملك الا الاساره الخاليه. نكتك نسيب. اخوانا اللي فوق لحظة صمت عشان تسمعوني. ايه الحكاية؟ سكتوا ليه؟ اخوانا اخوانا اللي فوق خرجتوا ليه؟ انا مش سامع حاجة، مش هعرف انام، مش هيجيلي نوم. زعقوا شوية.
تعملها دي يا جدعان؟ لا مؤاخذة يعني معقولة ست زي حضرتك كده لا مؤاخذة محترمة تعمل الحاجات دي؟ حاجات ايه يا جدعان؟ يعني معرفش كان واصل لي أصوات كده لا مؤاخذة ذات مغزى يعني. مغزى؟ مغزى ده ايه؟ أنا جوزي حريف في بيتنا يا حبيبي. أيوه حريف في بيتنا يا حبيبي. طيب ارحموا بقى البني آدمين اللي تحتيكوا برضه احنا لحم ودم لا مؤاخذة. دم؟ وأنت لو كان عندك دم كنت سبت الإيجار متأخر عليك ومادام بقى عمال تطلمت لي انا بقى عايز اجري دلوقتي بالذات. ايوه دلوقتي بالذات. احنا ما قلناش حاجه بس انا مضروب اليومين دول في الشغل وان شاء الله لما هشتغل هتفرج وهتبقى حلوه. تشتغل؟ انت عمرك تشتغل؟ ده انت صايع انت وصاحبك اللي اسمه عبد العزيز. ست صاجات؟ نعم. انت تتنقلت عليا اسمي صباط. صباط يا رحمك. خلاص خلاص صباط اصابات عصابات كله ماشي. ولا ولا اسمع انا صبرت عليك كتير واظن ما حدش يقدر يغلطني في الحته ابدا. لما بقى كركبتينك وهوينا. ايوه هوينا. طب ما دام دماغ سعادتك ناشفه قوي للدرجه دي بقى انا بقول لحضرتك بقى روح ارفع قضيه. قضيه؟ هو انا ارفع قضيه يا حبيبي؟ ده انا اخد حق في ايدي. لا يا ست صباط مش كده مش كده. انت واحده ست وانا مش عايز امد ايدي عليك. لا مد بقى وريني هتعمل ايه؟ لا يا ست صباط مش كده علشان ولك. نعم. عايز اعرف انت هتعمل ايه بالظبط؟ انا مش هعمل سعادتك اللي بتعملي يعني. اوعى ولك. وبعدين منظر البيت هيبقى وحش عشان والله العظيم والله العظيم يا مؤاخذة بنتفاهم احنا. سعادتك كنت بتقولي معايا انا عايز اعرف هتعمل ايه. انا مش هعمل حاجة انا مش هعمل حاجة بس عايز افهم سعادتك حاجة عايز اقول لسعادتك حاجة. اه لا لا اه يا البيه اه لا ما دام المسألة وصلت كده بقى لمؤاخذة انا عايز البيه يضربني. لا البيه ولا انا هضربك. بقول لك ايه انت تلم كركبتينك ولما في المشمش تبقى تشتغل تبقى تيجي. طب الهدوم لمؤاخذة اخد الهدوم ضر احمد. لا هتقفل الباب ليه؟ لا مؤاخذة الجو ده مش في اوضتي بقى. انت انت ما مشيتش. هي صباط طردتك ليه؟ عشان مفيش شغل يعني مفيش فلوس يعني مفيش نوم. طب انا عن